صباح الفل والحب والياسمين على حضراتكم مشاهدي 8 الصبح من الآن وحتى العاشرة معاكم على الهواء مباشرة. عندنا أخبار كتير، تفاصيل كتير، كل المتابعات الإخبارية كمان هتلاقوها معانا النهاردة فقط في 8 الصبح. تابعونا لحد الساعة 10. النهاردة هبتدي معاكم اليوم وإحنا بنتكلم على حاجة مهمة جدا مؤثرة في حياتنا، في نظام حياتنا، في حياتنا الاجتماعية وفي حياتنا الاقتصادية، في كل حاجة النظام الحياتي بتاعنا ممكن ناس كتير ما تكونش مركزة معاها، وهي الساعة البيولوجية. وكمان الدراسات اللي اتعملت دلوقتي ركزت على الارتباط الوثيق ما بين الساعة البيولوجية وان احنا نحافظ عليها وجودة النوم الكواليتي، ورصدوا بقى كده خاصة في مجلة ساينتيفيك ادفانس اتكلمت على الربط ما بين الأشعة الزرقاء اللي بتخرج من موبايلاتنا على عينينا، وان دي ممكن تعمل لنا اضطراب في جودة النوم اللي احنا بنعمله. وكان في اكتر من كتاب رصدوا مؤخرا احنا كام مرة بنفتح الموبايل وقد ايه بقى ده توابعه واثاره السلبيه على حياتنا وعلى نومنا وعلى جوده نومنا. بنفتح الموبايل في المتوسط 250 مره في اليوم، وده بيأثر حتى على جوده التركيز بتاعنا وعلى نشاطنا المعرفي. تخيلوا كل ده عشان احنا ما ظبطناش الساعه البيولوجيه، وان هي اتاثرت بالاشعه الزرقاء فقط من خلال ضوء الموبايل اللي احنا على طول في تعرض ليه دائم، سواء بقى اللي منا بيعمل شات، اللي بيتواصل مع حد، اللي بيطلع معلومه، كل ده هم رصدوه في اطار انه في المفروض يقل استخدامنا للموبايلات بشكل كبير جدا عشان ما ياثرش على الساعه البيولوجيه. ساينتفك ادفانس اتكلمت على انه النوم بيتاثر عند حوالي من سكان العالم 45%، وقالوا انه 45% على مستوى العالم الساعه البيولوجيه بتاعتهم تعتبر مش مظبوطه. فقالوا كمان ان ده بيأثر على النشاط العقلي، وكمان ممكن يأثر على وجود امراض فيما بعد. فهنا بقى شوفوا قد ايه اتكلموا انه في وباء اللي هو deprivation of sleep او الحرمان من النوم، وده بيجي على فكره مش هم مضطرين لكده، لا ده هو رغبه منه، لانه في ناس الساعه البيولوجيه نفسها مش هم ما ساعدوهاش ان هي تتظبط، وبالتالي بقى هم يصحوا طول الليل ويناموا في أوقات المفروض إن هم ما يناموش فيها، وبالتالي حصل عندهم خلل في الساعة البيولوجية مما أدى إلى اضطراب طبعا في النوم واضطراب في حالتهم الصحية والمزاجية والنفسية. كل ده من حاجة واحدة بس، إنه النوم مش مظبوط. وكنا رصدنا مع حضراتكم قبل كده أكتر من دراسة اتكلمنا فيها على جودة النوم، واتكلمنا فيها على عدد ساعات النوم، وقلنا إنه المثالي في عدد ساعات النوم هو 7 ساعات. في كتاب لروبن شارما كان بيتكلم فيها على النوم، وكان بيتكلم كمان على نادي الخامسة صباحا أو 5 AM Club. في الكتاب ده هو رصد فيه قد إيه الواحد ممكن إن هو نشاطه يزيد، وإزاي إن هو يحفز الساعة البيولوجية إن هي تشتغل، وقال إن أنت لو معرفتش تظبطها في الأول ممكن إدالك بقى حلول أنت تصحى الساعة 5 الصبح وتفضل بقى مظبط نفسك وقت طويل إن أنت كل يوم، فبالتالي هتضطر إن أنت تنام بالليل، وقال إنه أقصى وقت تنام فيه الساعة 9:30 مساء. دي طبعا حاجات واقتراحات، وطبعا هم في الكتب ابتدوا يقولوا على نظم في اليوم ممكن تعملها، يعني اللي هي 20-20-20 دي طبعا قالوا كمان اللي هي تقسم أوقاتك تلت ساعة في تلت ساعة في تلت ساعة، وبعدين برضو التعديلات بعد كده حسب العلم قالوا انه دي ممكن ما تناسبش كل الناس، يعني عشان بس الناس اللي هي بتقرأ الحاجات دي في الكتب تبقى قادرة ان هي تستوعب انه النظم اللي بتوضع يعني فليكسبل مرنة، ممكن ان هي تخضع للتعديلات، ولكن ده على حسب نشاطك انت اليومي وعلى حسب كمان وقتك وعلى حسب نظام شغلك. وبالتالي انا النهارده بصبح عليكم وبقول لكم نظبط يا جماعه ساعتنا البيولوجيه عشان نشعر بتفاؤل في بدايه اليوم، ونحس كده بالنشاط وبالتركيز العالي، وتزيد قدراتنا المعرفيه ايضا من خلال تظبيط الساعه البيولوجيه. مستمرين معاكم في 8 الصبح حتى العاشره، خليكم معانا. النهارده في 8 الصبح هنتعرف على حالة الطقس والمرور وأسعار السلع والعملات في الفقرة الخدمية. أحدث وأهم الأخبار المحلية والدولية هنتناولها من كل الزوايا. أخبار محافظة مصر في أحسن ناس. وهنقدم قراءة تحليلية لأهم عناوين ومنشطات صحف اليوم. عبد اللطيف البغدادي فأنا المصري.
وهنستعرض تفاصيل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع، ولقاء خاص مع بطلة منتخب ألعاب القوى في رمي المطرقة روان أيمن. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونروح بقى لاخبارنا الخدميه اللي بنتابع فيها المرور واخبار الطقس وكل اللي انتم عايزين تعرفوه كده كل يوم الصبح قبل ما تنزلوا. هبتدي معاكم برصد الاحوال الجويه. وحسب بيان هيئه الارصاد الجويه، النهارده بيستمر انخفاض درجات الحراره. احنا تابعناه الايام اللي فاتت، يمكن على مدار 3 ايام بالظبط كان في انخفاض كده وانكسار للموجه الحاره، لكن يمكن امبارح حسينا بارتفاع طفيف في درجات الحراره مره اخرى، ولكن النهارده بيستمر الانخفاض. لكن الرطوبة ما زالت موجودة حتى في اللي هو احنا بنقول عليها يعني ايه الاماكن الضلة، برضو بيستمر فيها نسب الرطوبة. هقول لحضراتكم البيان التفصيلي بتفصيل. بيستمر انخفاض درجات الحرارة، بيسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وهيكون ايضا شديد الحرارة في جنوب الصعيد ومعتدل الرطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري. بستعرض معاكم بيان تفصيلي بدرجات الحراره ونشوف اخر اخبار الاحوال الجويه ايه، بدايه من القاهره. القاهره 32-24، وبنتابع معاكم بقى درجات الحراره في العاصمه الاداريه 33-23، وايضا في 6 اكتوبر نفس درجه الحراره. اسكندريه يا عيني على عروس البحر الابيض المتوسط 30، لكن على فكره الرطوبه هناك عاليه شويتين. العالمين كمان درجة الحرارة فيها 29. شوف السلايد التاني مع حضراتكم ونتابع باقي درجات الحرارة. بنشوف برضو الأحوال الجوية، يعني يمكن الإسماعيلية 33 شوية. هتلاقوا دايما المدن الساحلية كمان ممكن يبقى فيه تدني في درجات الحرارة، لكن نسب الرطوبة هناك أعلى على فكرة من القاهرة. ولكن احنا لا نستطيع على ان احنا ما نروحش الاماكن اللي فيها بحار طبعا في وقت الصيف. احنا دلوقتي بقى في العد التنازلي بالنسبه لفصل الصيف رسميا بقى. بنكمل معاكم نشوف درجات الحراره برضو، يعني كان من درجات الحرارة عالية. هتلاقي في طابة درجة الحرارة عالية، في شرم الشيخ درجة الحرارة عالية، شرم الشيخ فعلا درجة الحرارة عالية 35-27، لكن أقل على فكرة. إحنا الأسبوع اللي فات كان شرم الشيخ 39، لكن ابتدت درجات الحرارة آخذة في النزول. بنكمل معاكم الغردقة كمان 35-26 على غرار شرم الشيخ. أسيوط كمان درجة الحرارة فيها عالية شويتين 34-20. بني سويف كمان 33، فدرجات الحرارة برضو في بعض الأماكن. احنا عارفين طبعا الأقصر بتكون درجة الحرارة عالية، أسوان درجة الحرارة عالية، الوادي الجديد من أعلى درجات الحرارة اللي احنا بنسجلها في المحافظات 37-20. وهنا هما بيجمعوا طبعا بدرجات الحرارة وبين الرطوبة العالية، لكن الأماكن بصراحة جميلة جدا 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 وأكثر من رائعة. من درجات الحرارة إلى النشرة المرورية أو حركة المرور بنرصدها معاكم من خلال تطبيق جوجل مابس، ونشوف بقى حركة الشوارع. بنبتدي معاكم من أكثر الشوارع حيوية، هي صلاح سالم. بنشوف كمان الشوارع الجانبية بنرصدها معاكم وحركة الشارع. بنشوف سيولة مرورية عند نفق الطيران ذهابا وايابا بقى، المتجه ناحيه ميدان التحرير او المتجه ناحيه مطار القاهره في كثافات عاليه الى متوسطه باتجاه مطار القاهره. صلاح سالم في المنتصف، ويعني المكان اللي هو يعني امتداد صلاح سالم اسفل كوبري اكتوبر في كثافات عاليه الى متوسطه، بالتقائه بقى ما هنا مع العباسيه في كثافات عاليه. كوبري اكتوبر بقى باتجاه ميدان التحرير هنا ايه؟ هنا في كثافات عالية. المنطقة دي أنا مش ظاهرة قدامي بصراحة، لكن اللي هي أسفل كوبري أكتوبر. بنروح لطفي السيد وطريق ورمسيس، بنشوفها يعني أعلى الكوبري وأسفل الكوبري باتجاه ميدان التحرير فيها كثافات عالية إلى متوسطة. رمسيس فيه كثافات عالية كتيرة جدا في الجزئية دي، طبعا طرق بديلة حل هو السحري في التوقيت ده. وتقدر كمان برضو الحل السحري في التوقيت ده ان حضرتك تنزل بدري، وده من عشان احنا كنا بنتكلم لسه على الساعة البيولوجية وان احنا نظبطها ونبقى من اصحاب النادي الخامسة صباحا. بنمر بقى كوبري اكتوبر ونروح كورنيش النيل،
وباتجاه بقى ايه المحور كورنيش النيل وامتداده ناحية شبرا بقى وكده. الجزئية دي كلها فيها سيولة مرورية على غير المعتاد والله. لكن بنكمل معاكم في محور 26 يوليو في الناحية اللي رايحة ميدان لبنان، فيها كثافات عالية إلى متوسطة باتجاه بقى 6 أكتوبر. الطريق رايق فيها بعض الكثافات بس هنا قدام، وبعدين بترجع تاني للسيولة المعتادة. هنا في برضو بعض التوسعة على الطريق، لكن هنا بتزيد دي بقى ساعة الذروة الصباحية في الاتجاهين. هنا كثافات عالية إلى متوسطة في بداية محور 26 يوليو. توصلوا بألف سلامة. ولكن عايزة أقول لحضراتكم برضو في بعض المناطق كده فيها تحويلات، دايما بنكون مهتمين جدا إحنا نرصدها مع حضراتكم ونقول لكم، عشان الناس برضو ساعات بتروح الطريق وبعدين طب ما حدش قال لنا إنه في تحويلة، دينا بنقول لكم أهو كل الجديد اللي أنتوا عايزين تعرفوه افتحوا بس 8 الصبح قبل ما تنزلوا. وهقول لحضراتكم برضو حاجة في منطقة شارع التسعين، عشان استكمالا لأعمال مشروع المونوريل بمنطقة القاهرة الجديدة، وده بيتزامن مع الغلق الكلي لنفق باقي زكي في شارع التسعين الجنوبي، وده تطلب تخفيف أحجام المرور في هذه المنطقة، وأغلقوا مطلع كوبري المشير 90 بالطريق الدائري للقادم من طريق السويس في اتجاه شارع التسعين الجنوبي، بالإضافة لغلق مسطح كوبري التسعين من طريق الدائري للقادم من مناطق المعادي. ده هيكون لمدة 2 شهر يا جماعة، عشان بس الناس تخلي بالها من الموضوع ده وتاخد طريق بديل. ده بيتطلب بقى توضيح بعض الطرق البديلة. أقول لحضراتكم بقى بالظبط، القادم من الدائري من اتجاه مدينة السلام عليه ان هو يستخدم مداخل التجمع الاول، مدخل نجيب محفوظ او مدخل طه حسين او مدخل زاكر حسين اللي هو مدخل الحي العاشر الى محور السادات، وكلهم اكتر من رائعين. وبجد انا بقول لكم عن تجربه، ودول يعني بصوا في ثواني هتلاقي نفسك في المكان اللي انت عايز تروحه. مجموعه من الكباري متواصله كده هتلاقي نفسك يعني واصل مكانك بشكل سريع جدا. ومن محور السادات بقى منهم لشارع 90 الشمالي والجنوبي او الاستمرار على الدائري الى مدخل نفق الجولف واستخدام شارع الشويفات ومنه الى 90 الجنوبي. القادم من الدائري من اتجاه المعادي ممكن ان هو يستخدم مدخل محور جمال عبد الناصر ومنه يروح لشارع الشويفات الى 90 الجنوبي، او الاستمرار على الطريق الدائري واستخدام مدخل محور طه حسين التجمع الاول الى محور مصطفى كامل ومنه ل 90 الشمالي والجنوبي. وطبعا الإدارة العامة للمرور في القاهرة قامت بالتنسيق مع الجهة المنفذة، وتم وضع اللافتات الإرشادية اللي بتدلك على الاتجاهات الحركة المساعدة ليك، وجميع التجهيزات اللي تقدر ان انت من خلالها تسترشد على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطن. طبعا شاكرين لكل المجهودات المبذولة في هذا الإطار، عشان بعد كده احنا عارفين انه اي طريق بيتقفل او اي طريق بيتم رفع كفاءته خلاص احنا بنشوفه في نقلة نوعية بتحصل له بعد كده، بنلاقي فيه توسعة حارات، بنشوف الجديد اللي بيتعمل فيه. واحنا برضو شايفين دلوقتي اللي بيحصل على المحور وشايفين قد ايه حصلت التوسعة. وبعدين السؤال اللي ما بيننا دايما بيقول الله، طب التوسعة دي كلها كانت فين قبل كده؟ يعني احنا شايفين مثلا المحور حتى بعد ما لسه في جزء منه متاخد بتلاقيه بقى 6 حارات ما شاء الله، فبعد كده الله طب المساحه دي كانت فين قبل كده؟ هو ده السؤال اللي على السنتنا او في اذهنتنا. تعالوا نكمل معاكم بالنسبه ان احنا بنتكلم على الحاله المروريه، نشوف معاكم تقرير معلوماتي عن طريقه حجز تذاكر القطارات الالكترونيه. ودي طريقه يا جماعه أكثر من رائعة. أول حاجة بتوفر لك وقتك بشكل كبير جدا، تاني حاجة بتوفر لك فلوسك. إزاي؟ يعني أنا مش هدفع ثمن التذكرة، لا هتدفع ثمن التذكرة، بس أنت لو كنت هتروح تحجز في المكان كنت هتدفع على الأقل ثمن مواصلة أو ثمن بنزين عربيتك، فده بيوفر وقت وجهد ومال في حد ذاته، وبدل ما تروح وتقف في الزحمة بتعمل على طول سيرش، بتدخل بتدخل مواصفات الرحلة اللي أنت عايز تروحها وجهتك اللي أنت عايز تتوجه لها وبتقدر تروح. وعايز أقول لحضراتكم كمان حاجة، معلومة مهمة قوي على موضوع التذاكر سواء القطارات أو الطيران أو أي حاجة أنت عايز، والأوتوبيسات برضو كله إلكتروني دلوقتي، لكن احنا هنتكلم على القطارات على وجه الخصوص. انت ليك ان انت ترجع يعني تعمل عدول عن الرحلة اللي انت رايحها لمدة 48 ساعة قبل السفر. دخلت في 48 ساعة بقى، اول حاجة لو انت بقى خلاص فاضل 48 ساعة، قبل 48 ساعة بيتم خصم 25% على كل تذكرة حجز. دخلت في ال 24 ساعة اللي قبل الرحلة بيتم خصم 50% على كل تذكرة حجز. تعالوا نشوف هذا التقرير المعلوماتي ونرجع لكم مرة تانية.
احلى حاجه بقى اللي موجوده في المواقع اللي على الانترنت هو حتى بيقول لك التفاصيل الصغيره، بيقول لك عدد الوقفات. يعني شفته مثلا في الاكسبريس الاسباني يقول لك عدد الوقفات 2، فتبقى عارف حتى الوقت بتاع الرحله هياخد منك قد ايه، هيقف قد ايه، يعني الموضوع كله هيستنفذ منك وقت قد ايه. فدي حاجه من الحاجات اللي هي مواكبه بقى للتطور اللي بتشهده الدوله المصريه حاليا. هسيبكم دلوقتي مع استعراض اسعار الخضروات والفاكهه، اسعار العملات الاجنبيه، اسعار الذهب ومواقع السفر. اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي هسيبكم مع مراسلنا عمرو كمال اللي هينقل لنا فعاليات مهرجان سماع للموسيقى الدوليه للانشاد والموسيقى الروحيه اللي بتقام في مصر حاليا، مشارك فيها وفود من دول كتيره جدا. تعالوا نشوف زميل العزيز عمرو كمال. تحت شعار رسالة السلام إلى العالم بينطلق مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية بمشاركة 30 دولة في رسالة لكل بلاد الدنيا تدعوهم للتسامح والسلام والمحبة. مهرجان سماع مختلف الحقيقة، ما اسمه مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية. احنا بنجمع كل التراث الكجنائسي والتراث القبطي والتراث الإسلامي مع بعض، واللي بيميز مهرجاننا الورشة اللي بيعملها الفنان انتصار عبد الفتاح، اللي ازاي بيعمل هارموني ما بين كل الفرق المشاركة، ازاي يطلع منهم كأنهم كلهم في النهاية هم واحد. يا روح روحي ما السنة دي أول مرة مثلا كندا تشارك معنا ضيف شرف، وهي ضيف شرف أيضا هي ودولة الهند. السنة دي عندنا خمس مكرمين، فنانة سميرة عبد العزيز لأنها كانت بتشارك معنا في المهرجان على مدار السنوات السابقة، وأيضا القصة أنطونيوس إبراهيم عياد اللي هو كان معنا في مع فرقة تراتيل الكنيسة الكاتدرائية في فرقة رسالة سلام. الله.
نحن جايين للسنة الثالثة بنشارك بالمهرجان، بنقدم التراث السوري والإنشاد والمدائح الدينية السورية. جئنا من الجزائر بلد الجمال إلى القاهرة إلى مصر، أرض النور وأرض الجمال. جئنا إلى مهرجان سماع كغيرنا من الفرق المشاركة في هذا المهرجان الجميل، مهرجان سماع، مهرجان الروحي الذي يسمو بالأفراد ويسمو بالسامعين إلى العلياء إن شاء الله تعالى. أنا مبسوط جدا أن جميع الدول بتشارك معنا، ودي حاجة ممتازة جدا. وإلى استعراض باقي أخبارنا، وأيضا لينا وقفة مع مجموعة من المتابعات اللي بتهم حضراتكم. هبتدي مع حضراتكم فقرتنا الإخبارية مع التعليم. ملف التعليم من الملفات المهمة جدا، ويعني خاصة ما له علاقة بمصروفات المدارس. مصروفات المدارس هنتكلم عليها، مصروفات المدارس الرسمية، اللغات على ثلاث أقساط، ده هيكون أول أخبارنا، ولكن بعد مصروفات المدارس. طبعا ده صداع في رأس أولياء الأمور، لكن مع التسهيلات اللي اتعملت دلوقتي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصبح الموضوع هين شوية. يعني ممكن نقول كده تسهيل الإجراءات، تسهيل الأمور على أولياء الأمور، وده اللي قرره دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم تحصيل وتقسيط مصروفات المدارس الرسمية التجريبية للغات على ثلاث أقساط. الأول منها يكون في أكتوبر القادم هيبقى 50%، والقسط الثاني هيبقى في أول شهر يناير هيبقى 30%، القسط الثالث هيبقى في شهر مارس هيبقى 20% من القيمة المستحقة للمدرسة من قيمة الفلوس، أو اللي هي الدفعة الأخيرة من الخاص بفلوس المصاريف. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه هيتم تحصيل مصروفات المدارس التجريبية الرسمية للغات والمتميزة للغات. زي ما أنا قلت لحضراتكم، كمان إحنا عارفين أنه في بعض المدارس خاصة الدولية منها ابتدت تعمل دلوقتي نظام التقسيط على أربع دفعات، ففي ناس ويعني اللي هو إيه، زي ما إحنا كنا دايما بنناشد أصحاب المدارس يا جماعة رفقا بالناس، لو إحنا قادرين أن إحنا نعمل حاجة نقدمها ليهم في استطاعتنا، ليه نكثف الفلوس وليه نكثف الدفعات على مرة واحدة أو على مرتين فقط، بما أننا قادرين أن احنا نقسطها ويبقى الموضوع سهل وهين على أولياء الأمور. كمان كان في، لو تفتكروا معنا، كان خبر من حوالي شهر كان في تجديد من وزارة التعليم على أنه ما يبقاش في أي مصروفات إضافية عشان ما يبقاش في زيادة الأعباء على كاهل أولياء الأمور، لأنه في بعض المدارس بقى تيجي تقولك مش عارفة هات لانش بوكس شكله إيه، وهات شنطة شكلها إيه، وهات لبس إيه، ولازم يبقى فيه أكتر من يونيفورم، ولازم يبقى فيه مش عارفة اليوم المخصص لإيه، فإحنا نجيب يونيفورم تاني جديد، أو نجيب زي، أو نجيب مش عارفة إيه عشان خاطر الاحتفال. الحاجات التفاصيل دي طبعا كلها بتستنزف من جيوب أولياء الأمور، وبتستنزف بصراحة من يعني أعباء نفسية من الآخر، تستنزف من حالتهم النفسية، لأنه دي ضغوط، خاصة بقى أنه الواحد مثلا ما يبقاش عنده طفل واحد، أكتر من طفل، فبتلاقي نفسك عمال تدفع 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 تدفع. فعلى قدر المستطاع طبعا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحاول أن هي تقنن الموضوع ده بشكل أو بآخر عشان ما يبقاش فيه أي أعباء إضافية على كاهل أولياء الأمور. وهتكلم حضراتكم برضو على موضوع أهل المدارس بعد شوية، عشان برضو الناس اللي بتروح تشتري حاجات، بما أن عندك النوافذ اللي هي خاصة بالدولة اللي فيها الدعم، ليه نروح ندفع في حتة هتستهلك منها فلوس كتير. لكن برضو في ملف التعليم هروح معاكم لتنسيق الجامعات.
اليوم آخر موعد التقديم بمرحلة تقليل الاغتراب، بينتهي مساء اليوم التقديم لمرحلة التحويلات اللي هو تقليل الاغتراب، وده بعد قرار دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس بمد فترة التقديم لمدة 24 ساعة، وتأكيده أنه ده بيجي حرصا على مستقبل الطلبة اللي ما قاموش بتقليل الاغتراب حتى الآن. بيمكن للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022 وكذلك متخلفين عن أو من المرحلتين الأولى والثانية بالإضافة إلى الطلبة الناجحين في الدور الثاني تدوين رغباتهم والتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب. من الحاجات المهمة برضو اللي بيرصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه اللي بيتردد بيتم على طول الرد عليه، رصد الشائعات، قطع الطريق على محاولات إثارة البلبلة. تردد خلال 24 ساعة ماضية أنباء أنه بيتم طرح السلع والمنتجات بمعارض أهل المدارس بنفس الأسعار اللي موجودة في الأماكن بره. فهنا بقى جه دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على طول تواصل مع الجهات المختصة وقدر يعرف أنه الموضوع ده يعني ملوش أي صحة جملة وتفصيل، وقالوا أنه أهل المدارس بتطرح كافة منتجاتها من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلبة بمراحل التعليم المختلفة بتخفيضات بتتراوح من 30 إلى 50 مقارنة بمثيلتها في الأسواق الأخرى، وأشاروا إلى ضمان طرح المعرض مستلزمات ومنتجات مطابقة للمواصفات القياسية ذات جودة عالية، وأشاروا إلى ضمان طرح المعرض مستلزمات ومنتجات مطابقة للمواصفات القياسية، وده تخفيفا للعبء على الأسر وتوفير احتياجات الطلبة بأسعار مناسبة في مختلف محافظات الجمهورية. دي من الحاجات اللي واجب التنويه عنها، ويا جماعة ما تصدقوش كل ما يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي واللي يقولك لا بشهادة الناس اللي موجودة هناك. وعلى فكرة يا جماعة أكتر حاجة ممكن ان انت تعرف منها فعلا حقيقة الأمر اللي هي word of mouth، حد يقولك فعلا راح هناك اشترى، مش الناس اللي بتقعد بقى تكتب على السوشيال ميديا والحاجات دي طول ما هم قاعدين في التكييف في البيت. فاسأل ناس راحت اشترت، والتخفيضات اللي حضرتك بتاخدها مثلا هنا 5 وهنا 20 وهنا 10 بتلاقي نفسك جمعت مبلغ، وطبعا انت وبيتك اولى بهذه الاموال. نروح لموضوع مهم قوي، المجهودات اللي بيعملها صندوق تحيا مصر، مشكورا كل حاجه ندور على مجهودات نلاقي على طول صندوق تحيا مصر. دايما بقول كده انه في ناس كده تحس ان هي شركاء للتنميه، في مقدمتهم ياتي دائما صندوق تحيا مصر والمجهودات اللي بيبذلها في اطار بقى ملفات كتيره جدا. النهارده هنتكلم على تنظيم صندوق تحيا مصر على مدار 3 ايام، قوافل توفير مستلزمات العام الدراسي الجديد للطلبه في القرى الاكثر احتياجا، وده بيجي بالتعاون مع شركاء الصندوق من مصنعي الحقائب والادوات المدرسيه، وده ايضا بياتي ضمن فعاليات مبادره دكان الفرحه لرفع عبء هذه المستلزمات عن كاهل الاسر الاولى بالرعايه. تستهدف القوافل توفير الحقائب المدرسية والأدوات الكتابية لنحو 4000 طالب أولى برعاية حتى الآن في عدد من القرى بمحافظات إسكندرية والقليوبية وبني سويف. تعالوا نقترب من التفاصيل مع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر الأستاذ محمد مختار معنا هاتفيا. أستاذ محمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. يعني ما شاء الله أنتوا يعني بتسبقوا الزمن فعلا في كل حاجة، وكل حاجة بتيجي on time في ميعادها المظبوط، يعني في كل موسم من المواسم بنلاقيكوا حاضرين وموجودين زي ما احنا بنقول كده ده موسم مدارس. ماذا انتم فاعلون؟ الحقيقه يمكن زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمه، احنا بنكون حريصين جدا على استغلال المناسبات الاجتماعيه او اي ظرف يكون نقدر ان احنا نرسم الابتسامه على وجوه اكبر عدد من المصريين، بالاضافه لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة لدور الأيتام، ذوي الهمم، كل ما هو مستهدف من صندوق تحيا مصر. نعم. إحنا بنسعى إن إحنا ندعمه سواء في المناسبات الاجتماعية، في بداية دخول المدارس، في بداية دخول الجامعات، بحيث إن إحنا لو في عبء نقدر إن إحنا نخففه، ما بنترددش لحظة إن إحنا نخفف العبء ده. يمكن على مدار الثلاث أيام اللي فاتوا احنا اشتغلنا في محافظة القليوبية واسكندرية وبني سويف مع عدد من المؤسسات الشريكة، حاولنا ان احنا ندعم عدد من دور الايتام، عدد من دور رعاية ذوي الهمم، كمان عدد من طلبة المدارس في بعض المحافظات زي بني سويف. يمكن كمان حتى احنا بني سويف اشتغلنا فيها في تطوير المنازل وتوفير سكن كريم، حرصنا برضو ان احنا رحنا القرية اللي طورناها في بني سويف ووزعنا أو وفرنا عدد من الحقائب والأدوات على كل
الأطفال الموجودين داخل القرية دي. مستهدف دايما من مبادرة دكان الفرحة زي اسمها بالضبط، ان احنا نسعد الناس وكمان نخفف العبء من على كاهل ولي الأمر فيما يتعلق باستقبال العام الدراسي الجديد. لكن خليني برضو أتوقف عند الأماكن اللي انتوا بتتجهوا لها، على أي أساس بتنطلقوا بهذه القوافل إلى أماكن محددة؟ شوفي حضرتك، الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي تضمن لنا أن يكون في قاعدة بيانات وافية بالأسر الأولى بالرعاية. القوافل الميدانية اللي بنشتغلها طول السنة بتمكننا أن احنا نزود أو نضيف على قاعدة البيانات الخاصة بالصندوق الأسر المستحقة. مفيش شك أن الشخص اللي وفرنا له سكن كريم من حقه أن احنا كمان ندعمه في بداية دخول المدارس. لو اشتغلنا على الرعاية الصحية فاحنا عندنا قاعدة بيانات ضخمة جدا من المستحقين للحصول على هذه الخدمات، فاحنا بنحاول نتشارك في تبادل المعلومات عشان نقدر ان احنا نوسع من قاعدة المستفيدين وصولا ل 12 مليون مستفيد كل سنة من صندوق تحيا مصر في كل المجالات اللي بيشتغل فيها الصندوق. هو احنا كده وسعناها في اطار هذه المبادرة، وسعناها بقدر قد ايه؟ احنا بنتكلم دلوقتي في 4000 طالب. احنا اتكلمنا في 4000 طالب على مستوى 3 محافظات مستهدفة، ده نتيجة التواصل مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني. ما تنسيش حضرتك ان كل المؤسسات الخيرية والمنظمات المجتمع المدني بتشتغل في نفس الاتجاه. ده موسم مهم جدا، احنا بنحاول ان احنا نتواصل مع المؤسسات اللي محتاجة فعلا ان صندوق تحيا مصر يدعمها، وبالتالي احنا بنقوم بدورنا. هي الفكرة ان احنا مش بنكرر الادوار، بالعكس احنا عندنا في الدولة بتقوم بالدور ده من خلال المعارض المخفضة، في مؤسسات كتير بتشتغل، ولكن في النهاية احنا بنحاول ان احنا ندعم المؤسسات الشريكة والمستهدفين من خلالهم علشان احنا فعلا نكمل بعض. السؤال الأخير، يعني الخطوة اللي جاية فين؟ احنا يمكن الحمد لله القافلة بتاعتنا وصلت الأقصر وأسوان مساء أمس، كمان ان شاء الله محافظة مطروح الأربعاء والخميس، وبعد كده يكون في معرض كبير على مستوى القاهرة والجيزة اللي هو قبل دخول المدارس بأيام إن شاء الله. هايل. أستاذ محمد مختار متحدث باسم صندوق تحيا مصر، شكرا جزيلا على وجودك معانا، وكل التحية للمجهودات اللي بيبذلها صندوق تحيا مصر. مكملين مع حضراتكم ونروح لفيها حاجة حلوة، ودايما مصر مليئة بالعقول المبتكرة، وبنكون سعداء جدا لما بنشوف كده فعلا الجينات المصرية بتتطور يوم بعد يوم، وانه فعلا مصر ولادة ودايما بتخرج لنا النوابغ، ودايما كده بنحب نشوف نظرة العالم لولادنا اخبارها ايه، واحنا حتى تأثيرنا بيكون عامل ازاي على الارض في المجالات الصحية والمجالات الابتكارية، حاجات كتيرة جدا. وخلوا بالكم جماعة انه دليل من دليل قوة الدولة، ودليل من دليل ان الدولة شغالة بدون توقف شغلها على اقتصاد المعرفة، وده حاجة مش سهلة. اقتصاد المعرفة ده بيقاس بيه مدى تقدم دول، لما تشتغل على البحث العلمي، لما تلاقي عندك نوابغ طالعة يوم بعد يوم، مش بتفيد فقط مجتمعك المحلي لكن كمان بتفيد العالم كله. النهاردة نتوقف مع معرض جنيف الدولي للابتكارات للعام الجاري، حصلت مصر، وزي ما انتم متابعين احنا على مدار اسبوع بيكون معانا نابغة من النوابغ وحد كده العالم كله سلط الضوء عليه. مصر حصلت فيه بالفعل جوائز كتيرة جدا، منها الفضية في مجال الأمن والإنقاذ. تعالوا نرحب بضيفي العزيز عبر تقنية الزوم، مهندس خالد رفعت المعيد بكلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا. مهندس خالد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. الأول عايز أبارك لك على الجائزة، ونبارك كمان لأنفسنا على إنجاز، ونتعرف منك على تفاصيل. الله يبارك في حضرتك يا فندم. طبعا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك وكل الساده المشاهدين. طبعا طبعا انا مبسوط جدا ان انا موجود معاكم النهارده، والله يبارك فيك يا فندم، ودي حاجه يعني انا بتشرف بيها وقبل ما تكون حاجه لكل المصريين. طبعا الابتكار بتاعنا هو هايبرد كار اير فور سكيورتي اوبريشن ترانسبورت، هو مالتي روتر فيرتيكال تيك اوف فيكل كوبتر درون مدموج فيه روبوت. انا بس اسمحك نعرب المصطلحات لان هي قد تكون يعني نوع من الحاجات المصمطه بالنسبه لنا. هي عباره عن طائره مسيره، طائره مسيره عليها اله روبوتيه بتستخدم لاداء المهام المساعده للدفاع المدني زي تفكيك الالغام والمتفجرات في الاماكن ذات الجغرافيا الصعبه. يعني دي طياره درون
طيارة درون بتصور؟ درون مش بتصور يا فندم، بتصور فيها كاميرا، ولكن مهمتها الأصلية إن فيها أزرع روبوتية، أزرع زي بتاعة الروبوتس، تقدر تعمل مهام وتشيل حاجات وتفكك حاجات وتأدي مهام معينة، بتساعد فيها أنظمة الدفاع المدني في أداء مهامهم. هايل جدا. طب ايه المميز اللي فيها؟ يعني احنا مثلا شفنا طائرات درون كتيره جدا، ايه اللي بتختلف في هذه الطائره عن الطائرات الاخرى؟ ان هي بتعمل مهام؟ طائرات الدرون يا فندم، الطائرات العادية بيبقى دايما معظمها الفيكسد وينج، اللي هي بيبقى الأكشن والرياكشن بتاعتها موجودة محسوبة في اتجاهات معينة عشان ما يحصلش خلل في الاتزان. فأنا لما أجي أعمل أزرع روبوتية، الأزرع الروبوتية أثناء أداء المهام بتتحرك في كل الاتجاهات طبعا، وبتشيل حاجات وبأحمال غير محسوبة، فبالتالي بتأثر على الاتزان في الدرونز. فده كان تحدي لكل صناع الدرونز، إن هم يدمجوا الأزرع الروبوتية دي في درونز، فكان بيعمل مشاكل كبيرة جدا في الاتزان. انت احنا شايف قدرنا ان انه احنا ندمج الأزرع العالم الروبوتية. العالم او حتى المجتمع المحلي بالنسبة لنا احنا ممكن يستفيد من اختراعك ده ازاي؟ فندم هو في شقين، الشق الاولاني طبعا بسبب التغيرات المناخيه طبعا، هو بيساعد بشكل كبير في نطاق السرب او عده درونز، انه يعمل على تحديد اماكن الحرائق واطفائها قبل انتشارها واتساعها طبعا. موضوع حرائق الغابات هو ده في سبب عز وده ونتيجه في عز انتشار الحرائق على مستوى العالم. وسبب ونتيجه طبعا للتغيرات المناخيه، واحنا دلوقتي اصلا في مصر بنستضيف المؤتمر الامم المتحده في التغيرات المناخيه في شرم الشيخ صحيح. قريب ان شاء الله. فطبعا الحرائق دي بتبقى واسعه جدا وبتبقى تحدي قدام انظمه الدفاع المدني. فبالتالي انا لما استخدم الدرونز والتكنولوجيا عشان اقدر احيد الكلام ده واحدد وجوده بالظبط واعالج الكلام ده قبل ما ينتشر بشكل كبير، فبالتالي هنا هيساعدنا بشكل كبير جدا، وهيوفر ايضا في الاطقم الدفاع المدني اللي بتعاني في مواجهه هذا الامر. والشق الثاني طبعا في الدرون بتاعنا هو تفكيك الالغام في المناطق ذات الجغرافيا الصعبه. نعم، حضرتك عارفه طبعا يا فندم ان الروبوتات المستخدمه في تفكيك الالغام هي روبوتات ارضيه، روبوت ارضي او مركبه ارضيه فيها ازرع روبوتيه بتروح للمكان الايفنت وتفكك اللغم او المتفجرات او كده. بس طبعا هي بتوصل ساعات متاخر، وساعات ما بتقدرش توصل في اماكن وعره او كده او مباني عاليه، فبالتالي الدرونز بتحل المشكله دي، لان هي تقدر توصل لمكان الايفنت بشكل اسرع وتقدر تعالج مشكله الجغرافيا الصعبه او الاماكن ايوه العاليه. وطبعا فيها الأزرع الروبوتيه بتاعتها، فبتقدر تعمل كل الميشن اللي بيعملها الروبوتات الارضيه وبكل دقه. المهام صحيح. مهندس ايوه خالد يا فندم. رفعت، المعيد بكليه الهندسه جامعه الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، انا بشكرك شكرا جزيلا، الف الف مبروك مره تانية، والف مبروك لينا كمصريين ان احنا نشوف هذه الانجازات للمصريين على مستوى العالم، بنكون سعداء جدا بيها. والاحلى كمان ان احنا نلاقي الشركات بقى هي اللي بتحاول ان هي توظف مثل هذه الانجازات وهذه الابتكارات عشان تخدم مجتمعنا والعالم كله يتعرف عليها ويستخدمها، وهنا بقى لا تبقى الابحاث والابتكارات اسيره للادراج كما كانت من قبل. تعالوا نروح لموضوع مهم جدا ومن النصائح الغاليه اللي احنا دايما بنقدمها لكم في 8 الصبح، لو بنعرف كده بعض الحاجات او بعض المفاهيم اللي كانت مغلوطه وبنحاول ان احنا نصححها او العكس. فكان في حاجات كده دايما بتنتشر كده او بعض المعلومات بتطلع على السوشيال ميديا فاحنا لازم نتوقف عندها. انتشر الفتره الاخيره بعض الكلام انه في دراسات انه اللبن اللي بيتشرب على الريق بيكون مضر جدا. انا بحثت في الموضوع وفي يعني بعض المعلومات الاوليه قدرت اتوصل لها وهنعرفها كمان من خلال ضيفتنا الكريمه على التليفون. هل بالفعل انه الواحد مع السن المفروض يقلل فعلا تناول الألبان ولا لا؟ لأنه هو في سن صغير هو محتاج الكالسيوم، محتاج بناء الجسد، لكن بعد كده بالفعل محتاج أنه هو يقلل شرب اللبن، لأنه حسب الدراسات اللي اتعملت في جامعة هارفارد وهم تقريبا 14 دراسة في هذا المجال فقط اتعملت وقالت أنه شرب اللبن بعد كده بيأثر بقى على حالة الجسم عند الإنسان، خاصة ما له علاقة بحالة البشرة، يعني بيزود حب الشباب كمان. تعالوا نعرف صحة هذا الكلام من دكتورة نيرة مهنة، أستاذ الألبان بالمركز القومي للبحوث. دكتور صباح الخير. صباح النور، اهلا بيكي. اهلا استاذه هبه، اهلا بيكي نورانا دكتور نايره. وخليني في البدايه اتكلم على اضرار شرب اللبن على الريق. الحقيقه هو كلمه اضرار شرب اللبن دي عمليه صعبه قوي. أيوة. يعني لا، ما نقدرش نقول طبعا ان في اضرار لشرب اللبن. وانا قريت المقاله اللي كانت بتقول كده، اللي هو الحقيقه فيها تعارض،
يعني هو الأول بيقول إن شرب اللبن على معدة فارغة بتسبب بعض المشاكل لأن هو صعب في الهضم، ورجع في النص المقالة الثاني بيقول إن إحنا نشربه بالليل لأن هو سهل الهضم وبالتالي مش هيعمل أي مشاكل أثناء النوم. الحقيقة طبعا هو معروف علميا إن اللبن وبروتين اللبن بالذات من البروتينات سهلة الهضم جدا، ما بتسببش أي مشاكل في الهضم حتى مع تقدم السن؟ حتى مع تقدم السن، لأن يعني هو من أسهل البروتينات هضما هو بروتين اللبن. هو اللي عنده مشاكل فقط هو اللي ممكن يعمل له مشكلة، يعني مشاكل مع محتوى اللبن نفسه؟ اللي عنده مشاكل من محتويات اللبن، يعني في ناس عندها حساسية من اللاكتوز الموجود في اللبن، فهنا هنا بتكمن المشكلة لو هو عنده حساسية أصلا. بتكمن المشكلة اللي عندهم حساسية لبروتينات اللبن، ودي بتبان طبعا من الطفولة مش في الكبر يعني. طب إيه البدائل يا دكتور؟ البدائل في دلوقتي موجود في الأسواق خالي من اللاكتوز، وإن إحنا ناخد ألبان متخمرة. الألبان المتخمرة بتبقى نسبة اللاكتوز يعني اللبن الرايب أوكي ولا مش أوكي؟ اوكي جدا طبعا. اللبن الرايب والزبادي دي من الحاجات المهمه جدا، وفعلا وخاصه لكبار السن والاطفال بكل الوقت، يعني الالبان المتخمره بتزود مناعه الجسم، بتدي الكالسيوم بصوره كويسه جدا، البروتين بصوره كويسه. فالالبان المتخمره تعتبر كنز يعني من الكنوز اللي الانسان ممكن ان هو يتناولها يوميا يعني. طب سؤال سريع برضو عشان النساء منتظرين الاجابه دي، يعني فكره انه اللبن برضو قرينا بعض الدراسات بتتكلم انه اللبن بيزود حب الشباب في البشره، عكس ما كان اللي هو انت عايزه نضاره اشربي لبن. لا طبعا برضو زي ما بقول ان ده مرتبط بالحساسيه او بنسبه الدهن. انا طبعا ان انا اخد لبن كامل الدسم ده حاجه كويسه جدا جدا، ومش ضد الكوليسترول ومش ضد الكوليسترول نهائي، بالعكس الالبان كامله في الدسم مفيده جدا وبتقلل كوليسترول الدسم. اللي بيجي له حبوب من اللبن ده حساسيه شخصيه مش حاجه عامه. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات دكتوره نايره مهنا استاذه الالبان بالمركز القومي للبحوث، كنت معانا هاتفيا، بشكرك شكرا جزيلا. قراءه تفصيليه في صحافه اليوم واهم وابرز المانشيتات مع الاستاذ سامي عبد الراضي بعد تقريرنا احسن ناس واهم اخبار اهالينا في المحافظه. احسن ادينا بندردش ورانا ايه ورانا ايه، بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه. أرحب بضيف العزيز الأستاذ سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن، وإلى قراءة تحليلية وتفصيلية في أهم ما طلعتنا به منشطات صحافة اليوم. أهلا بك يا أستاذ سامي، نورتنا.
سيدي من الجريدة المفضلة لديك الوطن. السيسي يكلف بإقامة مراكز استشفائية متكاملة في سيناء بشراكة أوروبية. اجتماع سيادة الرئيس امبارح تناول أكثر من موضوع، من ضمنها طبعا مراكز الاستشفائية، تطوير الطرق خاصة ما له علاقة بقى بهضبة المقطم، طرق الداخلية كمان، وشارع 9 الحيوي جدا في المقطم. تمام، اشمعنى شارع 9؟ عشان ده حيوي جدا، وفعلا صحيح. انا شفته انه كان كارثه. ايوه كان كارثه فعلا. يمكن هضبه الهرم، هضبه المقطم مستهدفه وزحمه كتير، فكون يكون في توجيه بتطويرها والاهتمام بيها وان الامور تستقر فيها، من مساله تنظيم المرور وسيوله مروريه واهتمام بالبشر هناك، ده نقطه مهمه جدا. صحيح. لانها واحده من أجمل المناطق في القاهرة، والاهتمام تمام؟ كمان بالمراكز الاستشفائية. يا سلام، ده أنا لسه جاي، ده أنا لسه بقول لسه بقول احنا بنتكلم عن السياحة العلاجية. ده مورد مهم جدا من الدخل. تمام، عندنا مصر غنية بأماكن كتير. يعني تخيلي مثلا الواحات البحرية فيها 400 عين كبريتية، 398 تحديدا. سيوة بجمالها، في ناس كتير بتحب سيوة وبتحب تروح هناك، الدفن في الرمال، المناطق اللي فيها طمي هناك. تخيل الطمي ده بيتحط كده على البشرة، سواء ايد او رجل او وجه، ولا اجمل ولا اروع. مش زي بقى المواقع اللي بتقول ده بامبرينج ماي سيلف، انا بدلع نفسي. لا، دي حاجات علاجيه، ده حاجات علاجيه حقيقيه بتطلع رطوبه من الجسم طبعا. فاحنا عندنا اماكن في مصر غنيه جدا في كل، على فكره في غالبيه المحافظات، يعني البحر الاحمر غنيه، مطروح وسيوه واسوان والواحات البحريه زي ما قلنا من شويه. امبارح كان في توجيه مهم جدا من سياده الرئيس، يمكن هذا التوجيه الناس اللي شغاله في السياحه العلاجيه منتظرين يبقى في حاجه في الشأن ده من سنين. يعني انا امبارح تابعت تصريح للدكتور ابو عاطي المناعي، وهو رئيس مجلس امناء حاجه اسمها السياحه العلاجيه. قال لك خطوه زي دي احنا منتظرينها من حوالي 20 سنه، كان هنا في دي ام سي بالليل. نحن تطوير المراكز الاستشفائية في جنوب سيناء، في 4 أماكن في جنوب سيناء، جذب سياحي غير عادي. يعني بس في حاجة مهمة قوي شغالة عليها وزارة السياحة دلوقتي، فكرة جديدة، وهي أنه يبقى في معارض مصغرة لمصر في الخارج. ده برضو جذب طبعا. هو خلي بالك بقى الحاجات المتنقلة اللي احنا بنشوفها، الجولات خلي بالك ده في إطار خطة دائمة من وزارة السياحة والدولة لحاجتين. الحاجة الأهم فيهم هي السياحة الشتوية. خلي بالك إن في أوروبا طبعا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية حصل نوع من التقشف، الطاقة عندهم أزمة كبيرة فيها. فأنت هتلاقي، ولازم الناس تستعد هنا في مصر كويس، سياحة أوروبية جاية لك هنا في مصر بأرقام كبيرة. يعني أنا أعرف أصدقاء وحبايب قالوا احنا جاهزين نأجر أماكننا، سواء في الساحل، سواء في مطروح، سواء في البحر الأحمر، لسياح. هيكون في، احنا بنتكلم على بعد آخر طبعاً. انه الموضوع ده، يعني احنا مثلا الساحل كان بالنسبة لنا موسمي بس، ما ده اللي انا بتكلم فيه. ان احنا هيبقى المناطق دي كمان فيها طوال شغل العام، وفيها شغل طول السنة. السائح الأوروبي يجي هنا هيعيش حياة مختلفة، هيستمتع بشمسنا العافية والدافية طول السنة. فوزارة السياحة والدولة زي ما قلت من شوية عاملين خطة كبيرة جدا. من فترة كان في اجتماع من حوالي شهر يوم 1 سبتمبر لرئيس الوزراء مع 4 من الوزراء أبرزهم وزير السياحة ووزير الطيران، على فكرة السياحة الشتوية، ازاي نستغل ده، ازاي نعمل دعاية. انت بنفسك في دول خليجية بتنفسك، وفي بس احنا دلوقتي داخلين على خط السياحة الخضراء. بما اني اتكلمت على موضوع الاستدامة والبيئة الخضراء، لابد ان اتحدث على مبادرة الوطن طبعا والبيئة الخضراء. طبعا دي كانت عارفة ان احنا في مصر في عندنا اهم مؤتمر في 2022، وهو كوب 27. فاحنا في الوطن مش بنشارك بس ان احنا بتغطية وشغل خاص بالتغطية الخبرية وايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم، لا، يمكن كانت فكرة
رائعة جدا لزميلتنا هدى رشوان مدير تحرير الوطن. هدى بنحييها زميلتنا العزيزة في القناة. طبعا فهدى هي كانت صاحبة الفكرة دي بدري من فترة، وقدرنا فعلا في الفترة الأخيرة نعمل حاجتين. طبعا مش هدى لوحدها، كل فريق العمل في طبعاً. الوطن دكتور هي محمد. الجميل ان يبقى فيه فكره وكل خليه النحل طبعاً. تتكاتف عشان طبعاً. تخرج بيها للنور. طبعاً. خليني اقول لك الحفاوه اللي استقبلت بيها الفكره من الزملاء، من العاملين في المكان صحيح. من كل الناس في المكان، الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس اداره، الاستاذ احمد الخطيب رئيس التحرير، كله جري مع الفكره، استاذ سامي عبد الراضي مدير تحرير الوطن كلنا تحركنا في هذا الإطار. وكان احنا استغنينا عن كل المواد البلاستيكية في المكان. ولو دخلتي الوطن هتشوفي روح مختلفة، واخد بالك في الشكل وفي المضمون. يعني الوطن بقى صديقة للبيئة دي. نعم بقينا أصدقاء. Environment friendly. صحيح. اتعمل مجموعة من بانرات الدعاية عملها الفنان الدكتور احمد محمود، واحد من اهم المديرين الفنيين في مصر. هو اللي صمم كذا حاجه احنا انتشرت في الوطن في كل الادوار في كل ديسك وكل معانا صور اهي وفيديو. طبعا ده المدخل. انتوا زودتوا مساحات خضراء كمان. صحيح. لا ده احنا نيجي نتفرج. لا وكمان بنوفر طاقه، لو تخلي بالك في توفير للطاقه بشكل كبير جدا في المكان دي، صالة التحرير. بالمناسبة البيئة دي مشجعة قوي للعمل. صحيح. وحتى يعني احنا يمكن الأسبوع اللي فات كان معانا فكرة استغلال المناطق الداخلية كمان، ان احنا نحط زرع فيها، قد ايه الموضوع ده بيفرق معانا حتى نفسيا. فما بالك بقى ان هو مش في البيت بقى، هو كمان في بيئة العمل. شوفوا حتى قد ايه مجرد بس اللون الأخضر يدخل جوه المكاتب بيفرق، بيعمل نقلة نوعية في المكان. طبعا بيعمل روح اصلا، هو بلانت يعني. طبعاً. عنده روح بيتنفس. احنا الخضره تمام بشكل عام صحيح. بتريح وتهدي الاعصاب. تحيه لكل الزملاء في الوطن. انا شهادتي مش اقول لك مجروحه، ولكن هو عمل يستحق الاشاده حقيقيه جدا. انتقل معاك لمنشط اخر، ما زلنا مع جريده الوطن. لجنه العفو بتقول مستعدون لتلبيه احتياجات المفرج عنهم للعوده الى حياتهم الطبيعيه. نواب وحقوقيون بيقولوا قرارات العفو ابلغ رد على المشككين. وهنا لازم نتوقف عند الخبر ده، ومش فقط بيتم اعاده دراسه لمن هم يستحقون للعفو، ولكن هنا في بعد انساني وفي بعد حقوقي وفي بعد ايضا احنا لازم نبص عليه، وهو انه كلما زاد، ومعادله مهمه قوي، كلما زاد استقرار الدوله كلما زاد اعاده النظر في بعض الملفات طبعا، ونسبه التسامح تزيد. متفق معك تماما يا هبه. خلينا اقول لك ان لجنه العفو الرئاسيه اللي شكلت مؤخرا دي فرقت كتير جدا جدا مع أسر وناس كان مقبوض عليها وكانت محبوسة من فترة. الناس دي خرجت، يمكن في بعد ودور مجتمعي آخر بعيد عن الأصل في القصة. الأصل في القصة هو مسألة فحص هذه الحالات والإفراج عن من يستحق الإفراج عنه. في أطر قانونية اتعملت واتفعلت طول الفترة اللي فاتت، ولكن الدور المجتمعي الجديد اللي هو فكرة ان هذه اللجنة تقدر تراعي هؤلاء اللي كانوا محبوسين بعد ما يخرجوا. في ناس منهم عندهم أسر، في ناس منهم محبوسة بعدها سنة واثنين وثلاثة وخرجت وفقا لقرارات هذه اللجنة اللي شكلها سيادة الرئيس. فالاهتمام بدول بعد الإفراج دي نقطة مهمة جدا، اللي هو فكرة الدمج. فكرة الدمج، توفير مصدر دخل، المشاركة والمساهمة في انهم لو حد كان موجود في وظيفة يرجع لها. حد كان تابعت بعض التصريحات للأستاذ محمد عبد العزيز في الموضوع ده، وقال انه اكتر الحاجات اللي جات لهم هي ان حد مثلا اتفصل من شغله او من دراسته جراء هذا الامر. ما انا بقول لحضرتك بقول لك حد اتفصل من وظيفته مع الانقطاع مع الحبس،
فده يرجع لوظيفته. حد ما عندوش وظيفة يتوفر له وظيفة، لأن في ناس تانية قدرت في الفترة الأخيرة أو حاولت إن هم يدوروا على شغل ما لقوش. فدي نقطة مهمة جدا ودور مجتمعي مهم جدا. كان محمد العزيز اتكلم، كان الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ اتكلم وقال ده أكبر رد على المشككين في مسألة الحوار الوطني. الحوار الوطني مهم جدا وناجح جدا وقائم في الأيام اللي جاية مع مقربينه ومع الشغل اللي عامله الدكتور ضياء رشوان. فإحنا ده منظومة، ده أكبر رد على فكرة التوافق اللي موجود، فكرة إن إحنا نطبطب على الناس دي. تخيلي كم الفرحة اللي عند الأسر اللي عانت وانتظرت طبعًا. كتير تحية لصاحب القرار وتحية لأعضاء لجنة كمان. خاصة لما الاهتمام يجي من الدولة نفسها، فالموضوع طبعًا. بيكون مغاير ومختلف. صحيح. يعني هنا رعاية وهنا بقى بتيجي برضو استراتيجية الدولة، الاعتناء بالإنسان المصري على كافة المناحي. الإنسان هو الأساس. الأخبار بتتكلم على السياحة بقى هنا. سوهاج واحدة بنروح محافظات، ولكن احنا هناخد منك تعقيب سريع. احنا اتكلمنا كتير على السياحة ودي محتاجة حلقة يا استاذ سامي بصراحة. سوهاج على خريطة السياحة الأوروبية، هنا الاهتمام بالمقاصد السياحية في كافة ربوع مصر. خلي بالك احنا عندنا ملف رياضة كبير قوي، فايه يعني هناخد تعقيب سريع منك. سريع جدا سريع جدا. خلي بالك سوهاج غنية جدا بأماكنها الأثرية طبعا، غنية جدا بآثارها بمعابدها. هقول لك حكايتين في سوهاج. الحكايه الاولى المتحف القومي في سوهاج ده على النيل. تخيلي ده فضلوا الحكومه والدوله تشتغل فيه 30 سنه علشان يظهر للنور والناس تروح وتزور. 30 سنه حد ما جه سياده الرئيس في 2018 عمل افتتاح عظيم لهذا المكان اللي بيضم 1000 قطعه اثريه. تخيل 1000 قطعه اثريه في محافظه في الصعيد على بعد 600 كيلو من هنا ولكن من اغنى المحافظات اثريا. طبعا في عندنا في سوهاج في معبد أبيدوس، في عندنا اطول تمثال لسيده في العالم تمثال ميرت امون دي بنت رمسيس الثاني. في معبد أبيدوس، في مقابر الحواويش دي في قلب الجبل، لو انت شفتيها من بعيد عامله زي اقراص الشمع بتاعت النحل. فمنظرها جميل جدا. سوهاج غنيه جدا وشغل حلو قوي اتعمل في الفتره اللي فاتت هناك في المحافظ طارق. سوهاج اصلا يعني مشجعه جدا ان انت تروحها. صحيح. اصلا ميه النيل هناك لونها ازرق. ايوه. انا اول مره كنت اروح فيها سوهاج فبقول لهم يا جماعه هو ده بحر ايه؟ بحر ايه؟ النيل. يعني شوف المحافظه فيها شغل حلو قوي عامله المحافظ طارق الفقي على مدار السنه ونص اللي فاتت، واتت ثمارها في سياح موجودين في المحافظه وبيزوروا. اللقطات اللي معانا دي من سوهاج اكثر من رائعه يا جماعه. حاجه شكرا للاخراج طبعا. حاجه اكثر من لا لا سوهاج عايزه شغله. ده معبد أبيدوس. ده أبيدوس ده في مدينه البليانه جنوب المحافظه. هي غنية. انت من سوهاج ولا ايه؟ ايه؟ انت من سوهاج؟ بيقولوا تحية لأهل سوهاج كلهم. تعالى بقى نروح لملف الرياضة عشان عندنا كلام كتير جدا. بنبارك الأول نادي الزمالك على مباراة الأمس، رغم إن احنا عارفين إنه دور تمهيدي فكان في المتناول، لكن إنه كله يعني يتعامل باحترافية إنه احنا بنتعامل مباراة بمباراة. الزمالك ماذا قدم في مباراة الأمس وما هو المنتظر منه في الفترة القادمة؟ خلي بالك المباراة دي كانت فيها أزمات كتير. يعني الفريق التشادي رفض ان هو يلعب في القاهرة الماتشين طبعا وعرض عليه ان هو الإقامة والسفر وكل حاجة ان هو يلعب الماتشين هنا وهو كده خارج. رفض وكان في تعنت، حتى كان في تعنت في إذاعة المباراة امبارح شفنا الصورة انقطعت. كان في مشاكل في أرضية الملعب طبعا. لكن قدر الزمالك بالروح روح البطل الموجودة عند كتير من اللاعبين ان هم يخلصوا الماتش وقدروا يعني ينهوا القصة تماما ويصعدوا لدور ال 32. فرض سيطرته فرض سيطرته. فريق كبير وفريق متجانس، عندهم مدير فني على اعلى مستوى جدو فيريرا، فعمل شغل كويس معاهم. امبارح شيكابالا جاب هدف حلو قوي وزيزو جاب هدف تاني، فكان مكسب حلو قوي للزمالك. ده هنقول ان الزمالك في دور ال 32 وان شاء الله يتجاوز دور ال 32 ونشوفه في دور المجموعات والادوار اللي بعد كده دور الثمانيه، ونشوفه ان شاء الله في النهائي. وكل التوفيق للاهلي كمان نشوفهم. يا ريت لو كان في
الأخبار قال إن كولر بيحكم قبضته على الأهلي، وقالوا إنه في ضحك وجد ولعب في معسكر أشغال شقة. يعني هو مش متماشية مع ضحك ولعب وجد أشغال شقة. والفريق بيخوض 3 وديات حسب رغبة المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. ولكن هنا خليني برضو أسألك على حاجة مثارة على السوشيال ميديا بشكل كبير. هل مباراة السوبر المنتظرة بين الأهلي والزمالك قد تكون حاسمة في طريق أو في مستقبل أي من المديرين الفنيين؟ وهنا الكلام أكتر على المدير الفني الجديد للأهلي. تمام. أولاً مفيش نادي طبيعي يحكم على مدير فني من ماتش أو من بطولة. طب بطولة. سواريش ده كلمة لا لا سواريش. لا سواريش أصله جه في ظروف صعبة جداً. جه على لعيبة متهالكة، لعيبة طوال 3 سنين كان في تلاحم في المستوى، كان في إصابات، كان عندك أكرم غايب، السولية غايب، عبد القادر غايب، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، زي ما كانوا بيقولوا مستشفى الأهلي. نص الفرقة اتضربت، ونص الفرقة من عداولة الفريق، يعني من الناس الثقيلة في الفريق كانوا خلاص. الناس دي لما هترجع هتفرق في مستوى النادي الأهلي، وترجع بعد راحة استمرت حوالي 2 شهر مفترض يرجعوا فايقين. لو ما رجعوش فايقين يبقى مش عايزينهم. أيوة. من الاخر يعني كجمهور الاهلي، يعني الجمهور الاهلي مش عايز غير اللاعب الفايق وعايز المدرب الفايق فاحنا سواريش جه في ظروف صعبه، واحنا حتى ما شفنالوش اماره طوال الفتره اللي فاتت خالص، ما حدش فينا شاف له اماره. يقول لك انا اقوى دفاع، يا عم احنا مش بتوع دفاع، احنا عايزين نكسب. والبطولة كانت حلوة السنة دي، يعني البطولة بعيدا عن لقطات بقى الفينو والكلام اللي الناس خلاص بتتداولها. الفينو بتاع كان في النمسا، كولر كان في النمسا، هم عملوا رقم حلو قوي ووصلوا كسبوا السويد 4-1، فهو احتفل بطريقته فرنسا. فكان قديم واخد بالك، وهو خد ترتيب مهم جدا. الناس كانت فاكراه ان هو كان في المؤتمر الصحفي لتقديمه، فده طبعا لبس في الصورة. الصوره قديمه لا الصوره قديمه، ولازم الناس تقارن ما بين الصوره الحديثه. هو دخل وعمل شو حلو، او رقص في الملعب، هو شبه نجم صبري فواز، حتى صبري حط صوره كده صورتين جنب بعض. صورتين جنب بعض، قال لك انا بدرب الاهلي. فكولر لا مش هنحكم عليه ماتش. ما احنا كان في ماتش سوبر باين بين الاهلي والزمالك من 2 وكان كارترون اول ماتش او ثاني ماتش ليه، وخسر وكمل وعمل سيزون حلو قوي مع مع نادي الزمالك. نفس والناس كمان دلوقتي شايفين او بيرجعوا بالذاكره لفيريرا وبدايته مع الزمالك، رغم انه الناس كانت واثقه فيه، كانت متعثره. فهنا الثقه طبعا، هنا الثقه اديته دفعه زياده. رقم 1 الثقه، رقم 2 ذكاء المدرب اللي قال لهم احنا هنحارب لاخر نفس، احنا مكملين، احنا. سؤال اخير هختم بيه فقره، الصفقات، ايه رايك في مفهوم الصفقات الجماهيريه؟ فرقعه. لا الصفقات الجماهيريه ملهاش لازمه. تمام. خلي بالك هي مطلوبه اكتر ولا احتياجاتي؟ لا عشان ارضي الجماهير. لا انا ارضاء الجماهير بتحقيق الفوز وتحقيق الفوز وتحقيق البطولات ده من صميم عمل الاداره والمدير الفني. يمكن في دقيقه برضو هقول لك موسيماني لما جالنا جاب بيرسيتاو وجاب ميكيسوني، هو اللي جابهم. صحيح. ما استفدناش منهم واصابات كتير. الاهلي السنه دي عمل حاجه مهمه جدا، كان في لاعب في السعوديه، تخيلي طبيب الاهلي سافر عشان يكشف عليه قبل ما يجي الاهلي، واكتشف انه عنده مشكله في الفقرات والغضروف وما ينفعش يجي. كان في لاعب مهم جدا اسمه فايز سليماني كان هيجي الاهلي، لكن المدير الفني الجديد شاف تخيلي 15 مباراه لهذا اللاعب وقال لهم لا ده مره فوق، بس جماهير الصاحب بحضره فوق ومره تحت، قال لك ده ما ينفعش معانا، عايزين ثبات. طبعا جماهير الاهلي منتظره ظهور اللاعب البرازيلي ومتطوقه لما سيقدمه وانسجامه مع الفريق. بصي هو الصفقات الجديده الاهلي الزمالك لبيراميدز للمصري للاتحاد للاسماعيلي اللي راح له صالح جمعه وبس مرسي، احنا هنشوف موسم حلو قوي. يمكن جمهور الاهلي ما تشبعش بالثلاث صفقات، مش كفايه بالنسبه له، ومنتظر ايضا صفقه كهربا وما ستسفر عنها. بشكرك نتمنى. شكرا جزيلا مدير تحرير جريده الوطن المميز دائما سامي عبد الراضي. اشكرك جدا. مبدا التكافل المجتمعي هو جوهر العمل التطوعي، عشان كده خصصنا الفقره القادمه واولى فقراتنا الحواريه من الاستوديو هتكون النهارده بالتفصيل عن الاستراتيجيه الوطنيه للعمل التطوعي قبل اطلاقها من الدوله المصريه. هنعرف كل التفاصيل خاصه كمان قرب
بجانب انطلاق كوب 27 مؤتمر الأطراف للمناخ اللي هستضيفه شرم الشيخ بإذن الله في شهر 11 القادم. دلوقتي هسيب حضراتكم قبل الفاصل مع تقريرنا اليومي كواليس الفن والرياضة. ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس في انتظار عقوبة مالية بعد إجراء حوار مع صحيفة كورييري دي لا سيرا بدون تصريح من النادي. أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني غياب ماركو ريوس قائد الفريق عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 3-4 أسابيع. كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الأسباني بيراقب اللاعب الإيطالي جورجينهو لاعب وسط تشيلسي وانه عنده استعداد في التعاقد معاه في سوق الانتقالات الشتوية. يرى الهولندي ممفيس ديباي لاعب برشلونة انه بيحاول دايما مساعدة الفريق كلما اتيحت له الفرصة. وجهت اتهامات لماتيوس شقيق نجم كرة القدم الفرنسي بول بوجبا مع احتجازه بسبب تورطه في قضية. القرار قرار والمعرفة ليها تمن. وقت كتير التمن ده بيبقى غالي قوي. سيستم عالي عالي. مش عشان كوبايه اتكسر كوبايه في ايدك يا عم علي. ايه مهرجان القاهره للدراما برئاسه الفنان القدير يحيى الفخراني يطلق فقره خاصه بعنوان شكرا اسعدتونا، وهي لحظه وفاء لجيل من العظماء. عاد الموسيقار يحيى خليل من الولايات المتحده الامريكيه عشان يبدا بروفات حفله على المسرح المكشوف في دار الاوبرا المصريه، ده بالإضافة لحفل تاني بمدينة الأسكندرية على مسرح سيد درويش. أجرى الفنان عمرو يسري عملية جراحية دقيقة في الأحبال الصوتية، وده بعد إصابته بنتوءات في الأحبال الصوتية استلزمت التدخل الجراحي. وعلى الصعيد العالمي أكد التقارير عزم كيانو ريفز على إعادة تمثيل دوره الشهير في فيلم قسطنطين واللي عرض سنة 2005. انتقد النجم إيدي ريدماين الحائز على جائزة الأوسكار في فيلم البؤساء بعد 10 سنوات من عرضه، وقال إنه بيعتقد إن قدرته على الغناء كانت أقل من الكمال في الفيلم. زي ما كنت بقول لحضراتكم مشاهدينا الكرام قبل الفاصل ان مبدا التكافل المجتمعي هو جوهر العمل التطوعي. العمل التطوعي اتعمل عليه دراسات كتيره قوي، منفعته على الشخص المتطوع، منفعته على المجتمع، التناغم اللي بيكون موجود فيه المجتمع بعد ما يحدث هذا الشكل من التطوع باشكاله المختلفه. العمل التطوعي مش فقط بيكون مرحله انيه او مؤقته، لكن بتكون دائمة وفيها استدامة. تعالوا نقترب بقى من استراتيجية وطن، استراتيجية مصر القادمة عشان يتم إطلاق العمل التطوعي، الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي، هنعرف تفاصيلها. هنقترب كمان من كوب 27 من زاوية
مختلفة وهي العمل التطوعي، الإتاحة لأصحاب الهمم، العمل المجتمعي، كل ده هنعرفه من معاون وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي دكتور أحمد سعدة ضيفنا في استوديو 8 الصبح. أهلا وسهلا بك يا دكتور. تفاصيل كتير، ولكن لازم في البداية أتوقف معاك عند الهدف من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي. الحقيقة هو التطوع هو روح المجتمع الحقيقة زي ما حضرتك ذكرتي من شوية. العمل المجتمعي والتكافل الاجتماعي بدون التطوع هما ملوش روح. صحيح. لذلك احنا في الاستراتيجية بنركز على كيفية إتاحة فرص أكبر للتطوع لكافة أفراد المجتمع من كل الأعمار. بنركز على إن التطوع مش بس للشباب. التطوع معمول حتى من أول سن الطفولة. كيف يتعلم الطفل التطوع داخل بيته؟ حلوة. وأثناء موجوده في المدرسة في الجامعة وهو بعد كده يخرج للمجتمع المحيط به، الشارع القريب منه. وبعد كده هو جوه دي ملامح الاستراتيجية. تمام. وبعدين هو جوه مؤسسته اللي هو بيشتغل فيها سواء شركته الخاصة أو في المصلحة الحكومية اللي بيعمل بيها. التطوع على مستوى الوطن والقضايا القومية والوطنية اللي بيهتم بيها المواطن. سواء على مستوى المشروعات القومية، بناء المجتمعات، حياة كريمة، غيرها من الأنشطة الكبيرة اللي بيقوم بيها المواطن، بيساهم بجزء صغير لكن بتكمل الصورة الكبيرة. وهي دي فايدة التطوع الحقيقة. التطوع والاستراتيجية بتركز على ده، كيف نهيئ البيئة الملائمة للتطوع على كافة المستويات ومن كافة الأفراد في المجتمع على كافة مناطقهم الجغرافية وأعمارهم كمان. طب أنا ابتديت أقرأ في الملامح الأولى لهذه الاستراتيجية من سنة تقريبا، بقالكوا قد إيه شغالين على الملف ده؟ الحقيقة من سنتين بنجهز. في دراسة علمية اتعملت. الدراسة دي قابلنا فيها أولا جهات حكومية، منظمات مجتمع مدني، قطاع خاص، متخصصين وخبراء في العمل التطوعي والعمل الاجتماعي. اتعرفنا على ملامح العوائق اللي بتشتغل على تثبيط العمل التطوعي أو منع المتطوعين من المشاركة الإيجابية في المجتمع. وكمان إيه هي المحفزات اللي ممكن المتطوعين يتوقعوها علشان يساهموا بفعالية أكبر. اتكلمنا كمان على أنواع التطوع بأشكالها المختلفة. مفاهيم التطوع عند كل فئة مختلفة من فئات المجتمع. ده بيتطلب الوعي. بالضبط. اتكلمنا كمان في الدراسة دي على ونتائجها على أهم التوصيات من وجهة نظر كل جهة. إزاي ممكن يشتغلوا على تحفيز البيئة التطوعية. مين اللي شارك بقى في الحقيقة في البحث ده؟ شارك معنا جهات حكومية، معظم الوزارات شاركت معنا، المنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. وده كان الحقيقة بدعم كمان من أحد الجهات الدولية بتشتغل معنا وهي متخصصة في العمل التطوعي. وجبنا كمان من دراسات تمت على مستوى العالم وقارنا الدراسات الخاصة بينا بالاستراتيجيات الوطنية الأخرى. وطبعا معالي الوزيرة كانت من فترة قريبة بتساهم في إطلاق الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي. فعرفنا برضو كمان إزاي نحن نمزج وندمج ما بين الأهداف الاستراتيجية الخاصة بينا واتصالها بالواقع العربي بتاعنا والعالم العربي. طبعا في إقليم يموج بالصراعات. يعني خليني برضو أنتقل معاك لنقطة مهمة جدا ولفت نظري، إنه من ضمن الجهات اللي موجودة صندوق مكافحة الإدمان ومنظمة الأمم المتحدة للتطوع. مظبوط. ليه صندوق مكافحة الإدمان في البداية؟ اولا هو صندوق مكافحه الادمان له خصوصيه كبيره جدا. اولا هو صندوق مخصص لمكافحه وعلاج الادمان، وجزء كبير من علاج الادمان مبني على الوعي. والوعي يلزمه عدد كبير من المتطوعين لنشر الوعي، لان اهم رساله هي الرساله بتتنقل من شخص لشخص. اكيد. لما بيسموها word of mouth. والحقيقه ان لما الشخص بيسمع النصيحه من شخص موثوق فيه اعتقد بيتقبلها بشكل اكبر. دي من قصة التسويق. بالظبط. يعني لكن انا ممكن نقول ان في بعد اخر في الموضوع ده، انه لما بيبقى بيزيد التكافل المجتمعي بتقل نسبة الجريمة وبتقل نسبة الادمان. صحيح. هو كمان والضغط الخاص بالقرين، سواء القرين ده الصديق او الزميل في العمل او الزميل في الدراسة، اعتقد ده له تأثير كبير جدا. سواء تأثير ايجابي لما يكون القرين ده هو الشخص المسؤول عن تعليمه سلوكيات ايجابية او منعه أو تحفيزه على إن هو يتوقف عن سلوكيات سلبية زي الإدمان أو التطرف أو غيرها من الحاجات التانية اللي احنا بنكافحها، أو إن هو بيبقى الناحية العكسية طبعا لو بيجروا الحاجات السلبية. وبالتالي احنا دورنا دايما، ولذلك لما أشرتي لموضوع التطوع في صندوق مكافحة الإدمان، العدد الكبير من المتطوعين الموجودين عندنا بيقدروا ب 25,000 متطوع. هدفهم في الأساس إن هم يشتغلوا على تعليم القارين والوصول للمجتمعات المحلية علشان يوعوهم أكتر على أضرار الإدمان وغيرها من الحاجات التانية. لفت نظري في المسودة الأولى فكرة تعزيز التطوع الرقمي. المفهوم ده إحنا إزاي بنطبقه وإزاي بنشتغل عليه وإيه تعريفه؟ هو الحقيقة الموضوع الخاص بالذكاء الاصطناعي بشكل عام هو جزء مهم جدا. لأن إحنا المتطوعين ليهم طبيعة معينة، هي إن هم ما ينفعش إن إحنا نجيبهم بدون شغل.
لابد نعمل مطابقة ومقارنة بمهاراتهم وإمكانياتهم مع الفرص التطوعية المتاحة. الاحتياجات. فإحنا لازم نشتغل على جانبين. جانب المتطوع نفسه، التعرف على إمكانياته واحتياجاته بشكل سليم وبشكل ممنهج يتم وضعه في قواعد بيانات. ودي في منصة بالفعل موجودة إحنا يعني على وشك إطلاقها مع الاستراتيجية إن شاء الله. بس أنا ما بشتغلش كوزارة التضامن إن أنا أثقل مهاراته أو أدم. ده في جزء من المنصة في الموضوع. ما الأول أنا بتعرف على مهاراته. وبعدين بتعرف على الفرص التطوعية اللي الجهات التطوعية محتاجاها. وبعدين بقيس الجاب الفجوة اللي ما بين الاثنين. والفجوة دي أنا بتيح للمتطوعين من خلال المنصة بعض التدريبات. أولا للمتطوع. ثانيا كمان للجهة التطوعية اللي هي ممكن ما تكونش عندها الخبرة الكافية في التعامل مع المتطوعين كما يجب. نقطة مهمة كمان في الاستراتيجية لها علاقة بالميثاق الخاص بالعمل التطوعي. والميثاق الخاص بالعمل التطوعي، الميثاق الوطني للعمل التطوعي، بيشتغل على محورين مهمين جدا. أولا حماية المتطوع وتوفير له فرص التطوع الآمنة والفعالة. الأمانة والفعالة دي مهمة جدا جدا، لأن احنا لا نسمح بالإساءة إلى المتطوعين ولا استغلالهم. في نفس التوقيت لا نسمح. وده بيرجع طبعا للقاعدة الكبيرة والأطياف المختلفة والثقافات المتنوعة ان هم بيتعاملوا معاها. بالظبط. فلازم تكون البيئة التطوعية أولا تقبل الاختلافات، فتقبل ان هي تقبل متطوعين من كل الخلفيات ومن كل مراحل العمرية وكمان من كل الخلفيات الاجتماعية. صحيح. ده واحد. رقم اثنين كمان لا نسمح ان المتطوع يضر بالمستفيد. ففي قاعده عندنا في العمل بتاعنا لازم بيتطلب منه مهارات فائقه، ولذلك لازم ندربه كويس على سياسات حمايه الطفل، سياسات عدم الاضرار بالمستفيدين. كيف هيتعامل مع المستفيدين، ما يهينهمش، ما يتصورش معاهم، ما ينشرش صورهم على السوشيال ميديا. الحاجات دي مهمه جدا في ادبيات التعامل مع ما بين المتطوع وما بين مفيش سيلفي عند المتطوع خالص. المفروض ما يكونش سيلفي خالص عند المتطوع، لان دي خصوصيات المفروض ان هي لا تنشر. بس هل احنا عملنا تقييم لحاله التطوع في مصر؟ الحقيقه عملنا تقييم ده من خلال الدراسه اللي انا ذكرتها من شويه. واهم المعوقات لقينا ايه؟ اهم المعوقات الحقيقه اللي احنا لقيناها واهم الفرص الخاصه بالتطوع، اهم المعوقات هو ان احنا محتاجين، خليني اكلمها بشكل ايجابي افضل، ان احنا محتاجين تنسيق اكبر ما بين الجهات القايمه على التطوع. كتير من الجهات بتشتغل بشكل منعزل، جزر منعزلة لا تنسق مع بعضها البعض، وبالتالي الفرص التطوعية ممكن تكون متكررة فيها إهدار للوقت الخاص بالمتطوعين ومجهودهم. ده واحد. رقم اتنين عدم التقدير. المتطوع ممكن يدخل ويتم استغلاله على أنه موظف غير مدفوع الأجر. ودي نقطة مهمة جدا الحقيقة. احنا بنفصل ما بين التطوع وما بين أن أنا بجيب موظف لكن ما بدفعلوش أجر وبحط عليه علامة التطوع علشان أتجنب أن أنا أدفعله فلوس. الحاجة الثالثة ودي الحقيقة برضو كمان مهمة جدا، احنا عندنا جانب كتير من العمل التشريعي لابد نشتغل عليه لتحفيز العمل التطوعي في مصر بشكل اكبر. احنا عندنا قانون 149. قانون 149 حقيقه له باب كامل بالعمل التطوعي. لكن القانون محتاج شغل اكبر مع بقيه الوزارات المعنيه الاخرى. علشان نشتغل على منظومه الدعم والتقدير الخاصه بالعمل التطوعي، لان دي منظومه ممكن يشترك فيها وزارات التربيه والتعليم، التعليم العالي، الشباب والرياضه، السياحه والاثار، النقل والمواصلات، كل الوزارات اللي ممكن تكون عندها تداخل ما بينها وبين العمل التطوعي. دي نقطه. النقطه الثانيه كمان احنا بنتكلم على التطوع حتى في الشركات. الشركات فيها كتير من الاعمال التطوعيه اللي بيتم تنفيذها من خلال الموظفين فيها. طيب ندخل بقى على كوب 27، وانا عارفه ان انتوا معاكم تقريبا ثلاث ملفات مهمين قوي من ضمنهم العمل التطوعي، عايزين نعرف منك التفاصيل. انطلاقا من الاستراتيجيه احنا شفنا اهم واكبر فرصه نطلق فيها اكبر فرصه تطوعيه في مصر للتطوع هي كوب 27. كوب 27 الفرصه الاكبر لمصر مش بس حدوث المؤتمر على ارضها، هو مؤتمر دولي، لكن كمان ان نترك ارث كبير للمجتمع من خلال عدد كبير من المتطوعين يشوف المؤتمر بعينيه ويمارس الانشطه اليوميه بايديه، وكمان يتعلم من الخبرات الدوليه اللي موجوده على ارض مصر. هو ده الاثر الباقي اللي احنا دايما بنتكلم فيه. ولذلك احنا كنا حريصين جدا بالتنسيق المباشر مع رئاسه المؤتمر وزاره الخارجيه ان احنا ننسق مع سكرتاريه المؤتمر وجود عدد كبير من المتطوعين، واتفقنا في النهايه ان هم يكونوا 1000 متطوع. فتحنا باب تلقي طلبات التطوع، تقدم لينا من خلال المنصه الالكترونيه 9900 متطوع من 80 دوله حول العالم. وده اولا بيعكس اولا اهتمام عالمي بالقمه على ارض مصر، اثنين رغبه كبيره في التطوع وخدمه الاهداف الخاصه بالتغير المناخي. حلو جدا. وصلنا من مراحل التصفيه وتنقيح القوائم اللي جات لنا الى 4500، عملنا اختبارات اونلاين
تناولنا فيها الشخصية، كيفية التصرف في المواقف المختلفة. خليت نحل شغالة في الموضوع ده. حقيقي ده حقيقي. حاليا احنا في المقابلات الشخصية، وان شاء الله المتطوعين هيكونوا موجودين 1000 متطوع في قمة المناية بخدمة وتنظيم المؤتمر يوم 25 اكتوبر. احنا متأكلين ان هم على الفراز ان شاء الله، يعني سفرة سفرة فعلا هيشرفونا باذن الله كلهم باذن الله، احنا واثقين في ده. نروح بقى للاجزاء الثانية، الاتاحة. الاتاحة لاصحاب الهمم. الاتاحة الحقيقة ده حق اي شخص ذوي اعاقة ان هو يدخل المؤتمر ويشارك فيه فعالية في اي مكان داخل. والحقيقة يعني بتوجيهات من فخامة الرئيس وتكليف معالي الوزيرة احنا شغالين على الملف ده ليل ونهار، سواء من اول وصوله الى ارض مصر بالتنسيق مع وزارة الطيران ووزارة النقل في انتقالاته مع الاتوبيسات، ثم الفنادق وزارة السياحة، ثم قاعات انعقاد المؤتمر مع اللجنة المنظمة والشركة المختصة بتأسيس القاعات وغيرها. احنا شغالين بنرسم مسار وبنتأكد ان كل مرحلة من مراحل تواجد اي شخص عنده اي نوع من انواع الاعاقات متاح له ان هو يتحرك بحرية باستقلالية ويختار اختياراته اللي هو يحضرها داخل قاعات المؤتمر بنفسه، حتى الاكل يختار اكله بنفسه، يتأكد ان هو ما فيش اي حاجة تضره، يتواصل مع الفرق الطبية. فاحنا عندنا كمان تعاون مع وزارة الصحة للتأكد ان في كافة الاشخاص ذوي الاعاقة هما بيتعاملوا مع الفرق الطبية اللي هناك، نقدر ان احنا نعمل كمان تدريب للاشخاص من الفرق الطبية كيفية التعامل معاهم. يعني زي ما حضرتك بتقولي خلايا بالظبط شغاله على قدم وساق، لان اتاكد ان احنا مشاركه المجتمع المدني برضو عشان احنا وقتنا يعني يكاد ينفذ. صوت المجتمع المدني المصري يستحق ان يصل الى العالم، ودي فرصه مهمه جدا طبعا. اولا لجلب تمويلات اضافيه للمجتمع المدني احنا بنشجعهم. الحاجه الثانيه كمان التجارب المصريه الناجحه لابد ان يتم نشرها في العالم، وعقد شراكات كبيره ما بين الجهات المحليه المصريه والجهات الدوليه على التوسع في تنفيذ هذه الشروط. اكثر الملفات صعوبه، إجابة سريعة وأخيرة، المجتمع المدني من أكثرها، ثم بعد كده التطوع. صعوبتها بتكمن في إيه؟ إن ده ملفات فنية، ودي أول مرة المجتمع المدني المصري يحضر القمة دي، فلابد نشتغل عليه بشكل كبير. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد سعدة معاون وزارة التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي، شكرا جزيلا. شكرا. وأكيد الحديث بقي عشان نتكلم في ملفات أكبر وأوسع، ونتكلم بقى على التغيرات المناخية ونفتح المجال أكتر للحديث. شكرا. شكرا. مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، هنتكلم على أبطالنا، فقرة أبطالنا النهاردة عن رمي المطرقة، خليكم معنا. إحساس قوي جميل جدا جدا لما أكون بطلة ويكون بحقق جوائز وبرفع اسم بلدي وبرفع علم بلدي، ويكون كمان اللي بيسعد بيا هو والدي لأنه هو مدربي. لما نلاقي الحالة دي كمان بتعم في الأسرة لازم نعرف الحالة دي حصلت إزاي وإزاي كانت البداية وإزاي بيتم التشجيع، يعني دي حالة فريدة من نوعها. روان أيمن نجمتنا النهاردة في فقرة أبطالنا مشاهدي 8 الصبح، هنتعرف على حياتها بعيدا عن المطرقة وإزاي كمان هي دخلت موضوع المطرقة، لأن ده بالنسبة لبنت وإن هي تكون لاعبة أولمبية والنجمة الوحيدة اللي عندنا في مصر في لعبة ألعاب القوى تحصل على ميدالية أولمبية. نعرف الحكاية من روان أيمن، والنجم أيضا رغم التدريب نجم تدريب المنتخبات المصرية في رمي المطرقة كابتن أيمن بركات ضفنا في استوديو 8 الصبح. أهلا وسهلا بيكو ومنورنا وسعداء بوجودكم معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا روان، ألف ألف مبروك على كل الميداليات، يمكن جات متأخرة شوية بس يعني خليني أجمعهم كلهم مع بعض وأقول إنجازات روان. يا جماعة حدث ولا حرج، لو اتكلمنا على بحر متوسط تلاقي دي آخر حاجة، لو اتكلمنا عن أفريقيا تلاقي، لو اتكلمنا عن كسر أرقام قياسية من وهي صغيرة يعني وكانت لسه ما بقالهاش سنتين ثلاثة في رمي المطرقة، عملت ريكورد غير طبيعي. كابتن أيمن أنا هبتدي بيك، إزاي عملت الطفرة دي مع روان؟ روان حضرتك بدأت في 2012-2013 كان عندها كم سنة؟ كان عندها 11 سنة، هي مواليد 2001. أما بدأت بعد 3 شهور خدت بطولة المنطقة القاهرة ب 45 متر وكانتش لسه بتتعلم. وانت كنت متوقع ده؟ ما حدش كان متوقع. يعني هي ظهرت اللي هي موهبتها بالصدفه صراحه. ده انا عرفت ان هي اصلا ابتدت رمح. ابتدت رمح الاول وما حبيتهوش قوي. وقالت اختارت الصعب. انت اللي وجهتها ولا هي؟ لا هي انا سايبها براحتها. هي اللي اختارت المطرقه، قلنا لها طب الرمح بناتي شويه خفيف شويه العبيه، اختارت المطرقه. هي بتحب المجازفه والمخاطره وبتحب تخش في
يعني في مغامرات ريسكي ريسكي قوي. فالمهم فاشتغلت في المطرقة، عملت إنجازات في أول سنة ما شاء الله. في 2013 خدت بطولة الجمهورية تحت 16 سنة ما شاء الله. في 2014 ابتدت تكسر أرقام الجمهورية بالنسبة لتصنيفها الدولي. في ابتدت في 2018 تخرج بره وتلعب بره. أول بطولة لعبتها راحت ألمانيا كان في لقاءات دولية في هانا ميتنج، خدت تحت 18 سنة وكانت أول بطولة خارجية ليها وكسرت رقمها. كده بقى عندها 17 سنة. كان عندها 17 سنة في 2018 قبل الأولمبياد قبل التأهيل وراحت عملت 68-45 ورقم جديد، وكانت رامية هنا في مصر 67 عالي. وده في أول يوم تحت 18 سنة ولازم عشان تلعب بطولة تانية لازم على الأقل تاخد راحة على الأقل يومين ثلاثة. تاني يوم مباشرة لعبت تحت 20 سنة بأداء تانية 4 كيلو، اللي لعبت بالتلاتة كيلو في أول يوم. تاني يوم كسبت ب 59 متر 8 وكانت طبعا الناس هناك كان مذهولة بيها قوي، بنت صغنونة ومحجبة وبتعمل الكلام ده كله عندهم هناك في ألمانيا وكان إعجاب غير طبيعي بيها. احنا شايفين بعض اللقطات لروان. روان خلينا توقف معاكي عند الستايل اللي بترمي بيه، مين كان مثلك الأعلى في الموضوع ده؟ انه حسب القوانين بتاعه شايفين يا جماعه بصوا هو الموضوع منقسم للفات ودورانات ومرجحات واتزان، يعني كل ده انت المفروض انت ما تطلعش بره الدايره طبعا ويبقى في مرجحه ويبقى في دوران، كل الحاجات دي انت كمان ليك عدد معين من المحاولات وعدد معين من الدقائق اللي انت تلعب فيها بالظبط. هنا في الاولمبياد حضرتك فين؟ دي لقطه من الاولمبيك، اعتقد ان دي الغاليه على القلب طبعا دي القريبه للقلب فعلا. لكن كلميني على الستايل بتاعك، ازاي اشتغلتي عليه من وانت صغيره؟ والله هو يعني حسيت ان هو لازم انا اكون مختلفه في اللعب وكمان طبعا الحاجات دي. بتعملي كام دورانه؟ اربعه. ده انت جايبه الماكسيمم مش كده؟ هم اربع دورانات اصلا اللعيبه، في ناس بتعمل ثلاثه عشان دي الحد الاقصى بتاعها بيلاقوا نفسهم فيها، بس انا الاربعه يعني ماشي فيهم كويس. انا بتكلم الناس العاديه، لو احنا بنشوف حد بيلف بالثقل الجامد ده ممكن يفقد اتزانه مع الدورانات، خاصة ان في مرجحات. ايوه طبعا، بس دي احنا متعودين عليه لان احنا بنتدرب عليها وبنتمرن عليها فاحنا متعودين على كده. بتتدربوا كابتن ايمن انت بتخصص تمارين الاتزان مش كده؟ كل تمارين المطاقه وتمارين الحديد كله يعني كل التمارين فاحنا متعودين على كده. ممكن حد فعلا مش متعود قوي يدوخ مش عارفه ايه، بس احنا خلاص اتعودنا لان كل يوم بنرمي كده. طب والوزن؟ 4 كيلو بنتمرن، وب 5 كيلو وب 6 كيلو وب 7 كيلو، يعني اكتر كمان من لازم نتمرن باكتر عشان يرمي معاكي خفيفه علينا عشان تروح بعد كده معانا مسافات. احنا وقفنا مع كابتن ايمن وهو بيتكلم ان انت كنت بتكسري كل مره الرقم اللي انت بتعمليه، يعني بتتحدي نفسك. ايوه طبعا. كانت بالنسبه لك الموضوع ده تنفيذه ازاي؟ ايه اللي كان في بالك؟ يعني انا لو كنت هسيب نفسي للارقام اللي هنا في مصر فانا ما كنتش هقدر ان انا احقق حاجه بره مصر، لان الارقام اللي هنا كانت يعني اللي بينزلوا معايا الماتشات ارقام ضعيفه، فانا ابتديت ان انا العب على الناس اللي بره، يعني اشوف الارقام هم بيحققوا ايه بره. على الارقام على مستوى العالم في دول ايه؟ على الارقام بولندا وامريكا، ويعني هما يمكن اكتر بلدين بولندا وامريكا لان كل اللعيبه من عنده. بس فانا ابتديت اركز اشوف الناس اللي بره اللي على التوب ليست الاول عالم بيرمي كام، وابتديت ان انا وابتديت ان انا اتفرج على الفيديوهات بتاعتهم واقول لا انا مش هسيب نفسي ان انا ارمي خمسينات مثلا هنا او حاجه، فابتديت ان انا اركز وان انا يعني احقق التارجت بتاع بره مش هنا. فبقيت اكسر كل الارقام، حتى انزل الماتش مش في دماغي ان انا اعمل اول، انا في دماغي اكسر الرقم. اوقات الاب بيقسو على ابنائه شويه عشان يحققوا نتائج جيده. اكيد طبعا. هو ده كان بيحصل معاكي في التدريب؟ هو مش بيقسو عليا خالص، بالعكس هو يعني بيعاملني كويس قوي، ان هو بيخليني على راحتي، اللي هو بيريحني في التمرين عشان ادي. اللي هو عامل نفسي بقى يا كابتن ايمن. هو بيعامل نفسي جامد جدا بصراحه. عامل نفسي هو لما بس بيلاقيني ان انا يعني هتهاون شويه فيبتدي مثلا ان هو يشد شويه علشان لا احنا في حاجه عايزين نوصل لها، مش هينفع كده، لازم تعملي لازم تسوي بس، لكن غير كده ما بيشدش عليا خالص علشان اقدر احقق حاجات. بونس ايروس 2018 كنت مكثف التدريبات مع روان قبلها؟ احنا كنا عدينا بمراحل الاول قبل ما نوصل بونس ايروس. رحنا المانيا زي ما قلت لحضرتك، بعديها مباشره في شهر 6 احنا كنا في شهر 6 في المانيا، في شهر 7 كان عندنا دوره العاب افريقيه تحت 18 سنه المؤهله للاولمبيات الارجنتين. راحت هناك في الجزائر وعملت افضل شغل، كان قبليها حضرتك بشهر عملت 68 قصرت ب 69
ب 39 في الجزائر. ايوه. وعملت اول وتاهلت للاولمبيات الارجنتين. وراحت هناك في الاولمبيات عملت ريكورد جديد قبل ما تروح اولمبيات الارجنتين. كسرت رقم ما حدش وصل له في مصر لحد دلوقتي، حاجز ال 70، عملت 72 62. ما حدش في البنات كسر حاجز ال 70 نهائي. كله بيلعب في الستينات. راحت هناك في الاولمبيات عملت ريكورد جديد بالنسبه للماتش، اخر ماتش لعبته عملت 69 69، وخدت افضل اداء في البطوله ما شاء الله. يعني لحد امبارح كان بيكلمنا مدربين من المجر بيقول لها انت المفروض السنه الجايه تبقي بطله عالم، لان انت افضل لاعبه شفتها في تاريخي في الدايره. طب انت عينك على ايه يا روان؟ يعني بتتمني هدفك ايه؟ هدفي طبعا ان انا اعمل حاجات محدش عملها قبل كده، ان انا ما يعني حتى ما اكونش ان انا متقارنه مع حد يقولوا دي في حد عمل كده. هدفي ان انا اكسر ارقام العالم، مش بس تكون عرب وافريقيا، وان انا احقق يعني الاولمبياد ان شاء الله ان انا اعمل فيها برضو ده. انا عايز اقول بس ان روان ما قدرتش تشارك في اولمبياد طوكيو بسبب الكورونا. جالها كورونا قبل موعد التاهيل بتاعها، فده طبعا كان حائل للتاهل. ان شاء الله تقدري تعوضيها ان شاء الله باذن الله. مركزه في اللي جاي، اقرب بطوله بالنسبه لك ايه؟ لا لسه كل البطولات عندنا هتبتدي من شهر 5، لان احنا الفتره اللي فاتت ديت لعبنا 3 بطولات ورا بعض، لعبنا مروشيوس البطوله الافريقيه مروشيوس، ولعبنا البحر المتوسط اللي كان في الجزائر دوره الالعاب، ورجعت على طول لعبت برده البحر المتوسط في ايطاليا. انت لاعبه في المؤسسه العسكريه وده بيتطلب تركيز زياده، لانه برده الانضباط هناك رقم واحد، لكن انت بطبيعتك يعني، وكابتن ايمن دايما في كل اللقاءات بيشيد بالموضوع ده، ان انت تركيبتك نفسها فيها انضباط. ايوه دي حقيقه. احنا عايشين يعني بقولها في كل لقاء، احنا عايشين معسكر في البيت قبل ما يكون معسكر خارجي. طب عرفونا بقى عن النظام، يعني عارف يعني في الاكل بمواعيد، الروتين اليومي مثلا ماشي ازاي؟ لازم الفطار بمواعيد عشان عندنا مثلا تمرين مطرقه الساعه مثلا 5، وبعد كده عندنا حديد فبنرجع ناكل كل يوم يوميًا. كل يوم حديد يوميًا. يعني بنتمرن الحديد ساعتين والمطرقه في نفس الحدود برضه ساعتين. فطبعا لازم في وجبات معينه، لازم طبعا جزئيه ان الاب يكون مدرب دي طبعا حاجه مفيده جدا للاعب، لانه بيراقب 24 ساعه. احنا بنشوف لكن حمل على الاب زياده يعني، بس يعني بيحبه يعني حمل، بس هو بيحب الحاجه ديت اللي هو اما بيشوف النجاح ده بيفرح اكتر. يعني احنا البحر المتوسط اللي فاتت الاخيره كان طبعا الدايره هناك كانت سيئه جدا، وجت هنا بعديها بيومين قصرت رقمها الشخصي. بعديها بيومين قصرت رقمها الشخصي هنا في مصر ب 67 40. انا عايز انوه لحاجه بس روان، يعني لو اتكلمنا على افضل لعيبه في العالم دلوقتي، انيتا من بولندا في سن روان وهي عندها 21 سنه اقصى رقم وصلت له 65 متر. روان وصلت ل 66 متر وهي عندها 18 سنه. لا فرنسا اللي جايه بتاعتنا ان شاء الله. وانيتا عشان تعمل بطوله عالم عشان تعمل بطوله عالم عملتها في كان عندها 26 سنه. كان اول طول يعني كانت اكبر من روان بخمس سنين. هي دلوقتي ارقام العالم 4 اولمبيات 3 بطوله عالم، بس ما وصلش للتارجت دوت في السن ده، يعني بالمقارنه على التوب ليست مش كلامي ده بالارقام. يلا روان، وروان معديها كمان. فان شاء الله مع الشغل وفترات الجايه معاك برضو في المنتخب يعني اكتر من لاعب ولاعيبه. مش نعم نعم. مين بقى عندي اخبار ارقامهم ايه؟ عندي عندي لعيبه برضو مع روان بس صغيره، مواليد 2004. دي مؤسسه عسكريه مؤسسه عسكريه برضو منتخب. مؤسسه عسكريه وفي المنتخب. زينه فاروق عملت معايا ارقام بالنسبه لل 3 كيلو اللي هي روان، عامله 65 متر 3 كيلو. سافرت عملت اول عرب 18 سنه في تونس. سافرت برضو عملت 20 سنه عرب ميداليه في تونس برضو. ولسه بقى وشغاله وكده وبتعمل شغل كويس. روان في بنات كتير ممكن يشوفوا لعبه المطرقه صعبه أكيد. لكن انا برضو عايزه اتعرف منك ونقرب شويه من استعداداتك. انت التدريب شايفه بتاع الحديد بتركزي على عضلات ايه؟ لانه ده برضو انت محتاجه ان انت تركزي على عضلات الظهر والكتف والرجل كله. احنا بنركز فعلا على كل عضلات الجسم، مفيش عضله معينه ان احنا بنسيبها او كده. احنا كل عضلات الجسم بنلعب على عضله في الجسم، لان لازم كل عضلاتنا تكون قويه. انتوا بتلبسوا حزام مش كده؟ مش كله يعني، انا في تمارين بلعبها من غير حزام عادي جدا. انا ما كنتش بلبس حزام لحد ما اتصب. بس شفتي يا حسن ظهر برضو صح؟ بضهري. بس برضو بلعب يعني، انا دلوقتي خفيت وكده بس بلعب برضو حاجات كتير قوي من غيره يعني. ممكن تمرينه واحده بس اللي بلبس فيها الحزام، بس باقي التمارين عادي جدا بلعبها من غيره يعني. من غير
لكن برضو يعني النظام الغذائي اكيد بيكون مكمل للمجهودات اللي انت بتعمليها. اكيد طبعا، يعني لازم نظام، يعني بابا ماشيين على نظام غذائي كويس جدا. بس ماما هي اللي بتعمل بقى. اه طبعا صبح عليها وبارك لها برضو. لا طبعا ماما اكلها غير، يعني هي اصلا يعني خليانا اصلا ما نفكرش في اكل الشارع من كتر ما هي ما شاء الله اكلها حلو جدا. ربنا يخليها لك يا رب. بس يعني انت مركزه على وجبات ايه؟ نوعيتها بروتين اكتر ولا كاربس اكتر ولا اللي هي المتنوعه؟ لا متنوعه، يعني انا يعتبر احنا لعيبه الرمي ممكن نكون بناكل كل حاجه علشان لازم نكون يعني متغذيين كويس. ايوه لازم نكون كده. بس فبناكل كل حاجه، مفيش مثلا ان هو لا لازم نعمل مثلا دايت او مثلا نمنع حاجه معينه قبل الماتش، لا احنا بناكل كل حاجه عادي. بس برده ما تكونش حاجات اللي هي ملهاش لازمه، يعني بناكل حاجات طبعا اللي هي البروتينات. هي طبعا بتدخل البروتين في اكلها، احنا بندخل البروتين في اكلنا اساسي، بس قبل التمرين لازم ناخد وجبه كارب برده، لان دي بتساعدها على ايه الطاقه في قلب التمرين وتوزيع الطاقه في قلب التمرين. لكن في البروتين لازم في الثلاث وجبات او الاربع وجبات اللي تاكلهم لازم يبقى فيهم بروتين. انا عايز رساله اخيره اختم بيها البرنامج. فضل. من الاب الى ابنك كابتن ايمن بركات يقول ايه روان؟ بقول لها ان شاء الله ربنا يوفقنا، لان هي بتتعب وربنا هيوفقها ان شاء الله في الفتره الجايه، وان شاء الله تتاهل لبطوله العالم في المجر للكبار ان شاء الله السنه الجايه 2023، وان شاء الله المستقبل ليها وهتعمل حاجه كويسه جدا. وهي طبعا من افضل لاعبات العاب القوى الهجوم في تاريخ العاب القوى المصريه، حققت ميداليه اولمبيه ما حدش حققها في البنات خالص على مدار من سنه 1911 في العاب القوى. ما شاء الله حققتها روان الحمد لله رب العالمين. اللي قادم افضل وهتعمل احسن من اللي فات ان شاء الله، وان شاء الله السنه الجايه تعدي حاجز ال70، وان شاء الله الاولمبيات بامر الله. سعداء بيكي جدا يا روان على انجازاتك، ولكن هتكمل سعادتنا بالاولمبيك جيمز ان شاء الله. وعد على الهواء وعد ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ايمن بركات مدرب المنتخبات الوطنيه لرمي المطرقه. روان شكرا. ايمن بركات بشكرك شكرا جزيلا. كل التحيه طبعا ليوسف ما لحقناش نتكلم عليه لكن هو ايضا نجم صاعد على الطريق. وقتنا خلص، نورتونا وان شاء الله كل التوفيق والنجاح ليكي باذن الله والمزيد من البطولات قادمه ان شاء الله. شكرا شكرا. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام، الى هنا وصلنا لختام حلقتنا من 8 الصبح. نشوفكم بكره باذن الله وحلقه جديده. يومكم جميل ان شاء الله.